بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تفتتح الجلسة وتطلع أسماء السادة الأعضاء ثم أسماء السادة الأعضاء المعتذرين عن جلسة اليوم أحمد نبيل الفضل حاضر أسامة عيسى الشاهين حاضر أنس خالد الصالح حاضر الحميدي بدر السبيعي حاضر دكتور باسل حمود الصباح حاضر بخيت شبيب الرشيدي حاضر ثامر سعد الضفيري حاضر دكتور جنان محسن رمضان: حاضر دكتور حامد محمد العازمي: حاضر حسام عبد الله الرومي: حاضر حمدان سالم العازمي: حاضر حمد سيف الهرشاني غير موجود دكتور حمود عبد الله الخضير: حاضر خالد الجراح الصباح: حاضر خالد حسين الشطي غير موجود خالد ناصر روضان غير موجود خلف دميثير العنزي غير موجود خليل ابراهيم الصالح: حاضر الدكتور خليل عبد الله ابول حاضر راكان يوسف النصف غير موجود رياض احمد العدساني حاضر سعد علي الرشيدي غير موجود سعدون حماد العتيبي حاضر سعود محمد الشويعر حاضر شعيب شباب المويزري حاضر صالح احمد عاشور حاضر صباح خالد الصباح حاضر صلاح عبد الرضا خورشيد حاضر طلال سعد الجلال حاضر دكتور عادل جاسم الدمخي حاضر عادل مساعد الجار الله حاضر دكتور عبد الكريم عبد الله الكندري حاضر عبد الله فهاد العنزي حاضر عبد الله يوسف الرومي حاضر عبد الوهاب محمد البابطين حاضر عدنان سيد عبد الصمد حاضر عمر عبد المحسن الطبطبائي حاضر دكتور عوده عوده الرويعي حاضر فراج زبن العربيد حاضر دكتور فهد محمد العفاسي حاضر فيصل محمد الكندري حاضر ماجد مساعد المطيري، حاضر مبارك سالم الحريص. غير موجود محمد حسين الدلال، حاضر محمد ناصر الجبري. غير موجود دكتور محمد هادي الحويله، حاضر محمد هايف المطيري. غير موجود ناصر سعد الدوسري، حاضر ناصر صباح الصباح، حاضر نايف عبد العزيز المرداس. غير موجود، دكتور نايف فلاح الحجرف، حاضر، هند صبيح الصبيح، حاضرة، يوسف صالح الفضالة غير موجود، عيسى أحمد الكندري، حاضر، مرزوق على الغانم، حاضر. أسماء السادة الأعضاء المعتذرين عن عدم حضور جلسة يوم الأربعاء الموافق 27/12/2017، سمو الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء، صفاء عبد الرحمن الهاشم، دكتور جمعان ظاهر الحربش دكتور وليد مساعد طبطباي عسكر عويد العنزي علي سالم الدغباسي خالد محمد العتيبي محمد براك المطير مبارك هيف الحجرف محمد مروي الهدية هذه الجلسة امتداد لجلسة الأمس قبل أن نستأنف الخطاب الأميري فقط أريد أن أخذ موافقة دي على الإحالات بند الإحالات بس ثلاثة البند الثالث لحالات هل يوافق المجلس على الحالات الواردة في هذا البند؟ موافقة تفضل حادل أي مادة؟ سيد رئيس بالأمس أنا قدمت طلب عندكم انتقلت من بند إلى بند لم يتلى الطلب الطلب قدم أكثر من عضو أكثر من عضو كان موقع على هذا الطلب. فأنا أرجو أن يتلى هذا البند قبل لا ندش في أي بند آخر. يتلى طلبنا. لحظة <applause> لحظة بس صلاح بس عليك أدري ما كان في نصاب بجاوب بس بعطيك الدور. تفضل أخ سعيد موزري. شكراً لأخي الرئيس. أنا أحتج على إدراج أسماء الأخوة وليد وجمعان بأنهم معتذرين. هؤلاء مسجونين وسجنهم مخالف لنص الدستور لنص الماده 111 وللماده 20 و23 من اللائحه وهذا الكلام ووضع كلمه معتذرين كان المجلس يقر بان سجنهم دستوري لا يجوز ومخالف للماده 111 ماشي وارجو وارجو ماشي ان يتم النظر وعرض الرساله اللي تم تقديمها من الاخ ماشي تفضل اخ صلاح رشيد شكرا لأخ الرئيس الاخ الرئيس يعني احنا جايين بالمجلس ابي اسال نفسي واسال الربع شنو انجزنا؟ اذا كان لا حي شكك شك خلينا نخلص اذا كان في نقاش تفضل اذا كان في نقاش خنصوت نخلص اما اطاله المواضيع قلنا وما قلنا اخي الرئيس ارجوك لا لا ارجوك اخي الرئيس اذا سجن احد احنا نتمنى انه يكون بريء في قضاء كله يحترم نفسه يا يحترمون نفسهم ويحترمون القضاء ويضعون وقت المجلس شكرا. ترك كل واحد يا راس الكبر شكرا شكرا تفضل شكرا شكرا الاخ الرئيس بس رد على ما تفضل فيه الاخ الكريم الدكتور عادل دمخي حيث كنت انا متراس الجلسه بخصوص طلب المقدم وعدم مناقشته السبب الاول انه ما كان هناك نصاب والسبب الاخر الجوهري بان الطلب الذي تم تقديمه الى الرئاسه بتحديد اجتماع اللجنه التشريعيه تم تقديم الطلب دون توقيع من اي عضو من من مقدمين الطلب يعني يا انه طلب لا أي طلب مو موقع انا دراني انه لا طالبين ماشي ماشي, ماشي. شكرا, 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 شكرا شكرا لا لا ما ما يصير نقاش جماعه ما يصير ماشي ماشي دكتور رجاء رجاء دكتور كل من ابدى رايه وخلص لا تفضل, 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 تفضل 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 دكتور محمد تفضل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الاخ الرئيس جلسه اليوم هي استكمال للحديث حول مناقشه الخطاب السامي والخطاب الاميري تضمن الكثير من الامور الهامه التي يجب ان نتحدث عنها ونركز عليها وان نتعاون من اجل تحقيقها فالخطاب السامي كما عودنا دائما يركز على الامور الهامه التي ينتظرها اهل الكويت ويجب ان نستثمر الجلسات بما يحقق هذه الامور اقل ما نملك هو الانسان فللاسف لم نمنح المواطن الكويتي حقه في عمليه توظيفه بما يتناسب مع مؤهلاته لدينا عدد كبير ينتظر الوظيفه المناسبه التي من خلالها يستطيع ان يخدم بلده ويستطيع كذلك ان يحقق ذاته فالانتظار الطويل والاعداد المهوله التي تنتظر الوظيفه ينبغي ان نوفر لهم الوظيفه المناسبه وكذلك العنصر البشري يحتاج الى تدريب وتاهيل واكسابه المهارات المطلوبه حتى يستطيع ان يقدم شيء لبلده فهذا الامر ما هو متوفر بالشكل الصحيح ديوان الخدمه عند الكثير من الواجبات او المسؤوليات يفترض ان نخصص جهاز خاص لتدريب وتاهيل واكساب المهارات التي تهدف الى الارتقاء بمستوى العاملين في القطاعات الحكوميه جهاز يكون عباره عن مرحله تدرب وتؤهل الموظفين بما تحتاج اليه هذه المؤسسات. اليوم عندنا ادارات او اقسام جدا بسيطه ومتواضعه وادائها جدا محدود في عمليه تدريب الموظفين في كل مؤسسه حكوميه. قمنا بتقديم مقترح بقانون ان يكون هناك جهاز خاص لتدريب العاملين بالمؤسسات الحكوميه. وكذلك يحقق الجوده في العمل الوظيفي او الاداء الاداري امر ايضا هام في في يعني خلل كبير في عمليه تنويع مصادر الدخل اكثر من 90% من دخل الدوله ياتي من صادرات النفط وبيع النفط ولازلنا متاخرين في هذا الشان على الدوله ان تبحث عن مصادر اخرى لتنويع مصادر الدخل تتجه للصناعات وتنوع في عمليه انشاء مصانع مختلفه حتى تكون عائد لخزينه الدوله وايضا توفر فرص عمل للكويتيين الكويت ولله الحمد تتمتع بموقع جغرافي متميز على البلد ان تستثمر في هذا الشان لله الحمد عندنا من الكفاءات الوطنيه التي تستطيع ان تحدث نقله نوعيه في اي قطاع تعمل فيه لكن تحتاج الى توجيه تحتاج الى اهتمام تحتاج الى عنايه هذا الشان لن يتحقق الا بتعاون السلطتين إذا كان هناك نقص تشريعي مطلوب منا أن نوفر التشريعات المطلوبة، إذا كان هناك خلل في عملية التخطيط مطلوب أن يكون هناك تخطيط استراتيجي يستوعب هذه الطاقات البشرية. مطلوب أن نفكر في عملية تعظيم إيرادات الدولة وإيقاف الهدر، الهدر قاعد يحصل في عملية عدم ضبط موضوع استمرار استئجار الخاص في مؤسسات الدولة كذلك الاوامر التغييريه امر لازلنا نعاني منه في هدر كبير في عمليه استمرار الاوامر التغييريه بشكل لا ضابط له امر اخر عمليه المحاسبه ديوان المحاسبه في الفصل الرابع اكد على عمليه محاسبه المسؤولين اللي يقصرون في عملهم مما يكون له انعكاسات سلبيه على اداء المؤسسه وتحقيق الانتاجيه المطلوبه على كل مؤسسه حكوميه ان تفعل الجانب الرقابي وان تاخذ كذلك بملاحظات ديوان المحاسبه وكذلك جهاز المراقبين الماليين جهاز المراقبين الماليين يملك من الصلاحيات الكثيرة لكن مطلوب من الجهات الحكومية أن تتعاون مع هذه الجهات الرقابية حنا في لجنة الميزانيات نستعرض الكثير من الملاحظات والمخالفات المتكررة التي ينبغي أن يتم معالجتها حتى تحقق الصالح العام هناك جانب هام في عملية الاهتمام بالتعليم، الاهتمام بالتعليم سواء التعليم العام أو التعليم العالي، المطلوب أن يكون هناك تطوير صحيح ينطلق من المراحل الأولية للدراسة حتى أن ينتهي في الدراسات العليا، فقط جامعة واحدة لا تستوعب مخرجات التعليم العام. نحتاج الى بناء جامعات حديثه تستوعب الاعداد الكبيره من مخرجات التعليم العام. عيالنا قاعدين يروحون باعداد كبيره، الاف تذهب الى الدراسه بالخارج، نعم في حاجه انك تبعث للتخصصات النادره، التخصصات اللي في حاجه لها البلد ولم تتوفر لهم فرص دراسيه او اكاديميه في الكويت، ابعثهم نعم للخارج ولكن مطلوب ان تستثمر في هذا الجانب انشاء جامعات متطوره باستطاعتها ان توفر لنا الخامات المطلوبه من الموارد البشريه. مطلوب ان يكون هناك جامعات في المناطق الجديده مدينه صباح الاحمد تقريبا 70 الى 80 كيلو عن جامعه الكويت. مطلوب ان يكون في هذه الجامعات التي تمتد الى الحدود الجنوبيه يكون هناك جامعات حديثه تستوعب طلبتنا توفر لهم الاستقرار الاكاديمي نبحث عن ديمقراطيه التعليم ولكن للاسف نجبرهم في الدراسه في في اماكن معينه. مطلوب كذلك ان نهتم بالصحه توفير الرعايه الصحيه الاوليه في كل مدن ومناطق الكويت. مدن صحيه نعم تكون مدينه صحيه متكامله توفر للمواطن الرعايه الصحيه ذات الجوده يعني اذا كنا نحاول ان نحد من العلاج بالخارج علينا ان نبحث عن بديل لذلك تكون عندنا مدن صحيه مستشفيات مختصه تستوعب الاعداد الكبيره اليوم روح اي مستشفى بالكويت راح تلاقي اعداد مهوله تراجع هذه المستشفيات. علينا ان نهتم بالانسان نوفر له الرعايه الصحيه المتكامله ذات الجوده العاليه. الاخ الرئيس الاخوه الزملاء النواب اليوم تحدثنا عن اهم المضامين اللي تطرق لها النطق السامي نتمنى ان نترجم هذه الاقوال الى افعال وان نحقق للكويت ما ينتظره كل مواطن شكرا الأخ الرئيس شكرا الأخ محمد الحويلة الكلمة الآن للأخ صلاح خرشيد تفضل أدري شكرا الأخ الرئيس الأخ الرئيس يعني في كلمة يعني حقيقة خلتني أوقف وأقرأها كذا مرة الكلمة اللي تفضل فيها أن اعتزازا بالإلف العظيم للأباء المؤسسين وامتناننا للحكومات والمجالس التشريعية السابقة وأنا ببدأ من هالكلمة الأخ الرئيس يعني فعلا لما قبل قليل تكلمت وقلت احنا جايين خلنا ننجز فعلا نرفع عقال للمجالس السابقة والآباء والأجداد اللي قدموا الكثير لهذا البلد ومؤسف ان احنا للان ما قدمنا شيء. أنا بتكلم عن نفسي في هذا المجلس. سمو الأمير حفظ الله رعاه تطرق إلى موضوعين مهمين. الموضوع الأول فيما يتعلق في الأمن الاجتماعي وهذا الخطاب السامي. والموضوع الثاني ما يتعلق في الاقتصاد. أنا راح أخذ الاقتصاد وأنطلق بعد ذاك إلى الأمن الاجتماعي أما ما يتعلق بالاقتصاد فأحنا قاعد نتكلم عن أحادي دخل اللي هو مصدر النفط يمكن الميزانية السابقة كان في عجز حوالي 5.4 دينار تقريبا وما عندنا مصادر أخرى موجودة أتت الدولة بمشروع قانون بالاستدانة من السوق المحلي والسوق العالمي بما يعادل ال 25 مليار دينار. لما تسأل 25 مليار دينار تشوفها كلها متوجهة إلى عجز وسداد عجز في الميزانية. كنت أتمنى أن تيجي الدولة والحكومة تقول أحتاج 25 مليار لوضع مشاريع استراتيجية تنموية لتنمية المجتمع لتنمية الاقتصاد اللي شفته الأخ الرئيس أن ال 25 مليار كانت لسد عجز على مدة 20 سنة وفترة سداد 30 سنة أنا ما أتكلم عن القطاع النفطي وأرجو الأخ الرئيس أن الأخوة بس يا اذا بيتكلمون يتكلمون برا خلينا احنا نعرف شلون نتكلم الاخ الرئيس الاخ الرئيس ما قاعد اركز ولا قاعد اسمع من الاخوان تفضل يا اخوان زميلكم يتكلم من اللي دكتور عوده من اللي قدامك تفضل انا اتكلم عن موضوع القطاع النفطي والقطاع النفطي ما زال فيه عبث الاخ الرئيس وعبث كبير وخلى الاخ وزير النفط يسمع. اذا كان هذا هو مصدرنا الرئيس وما زال العبث قائم في هذا القطاع وعلى مستوى كل الشركات. اتمنى من الاخ وزير النفط وهذا مصدر احادي دخل وهو النفط. وهذا اللعب اللي قاعد يصير في القطاع النفطي على جميع الشركات هذا امر لا ينسكت عنه ولا يجوز. لما حطينا مشروع انشاء المصفاه الرابعه في ميناء الزور واكون انا المتواضع اللي اقترحت هذا المقترح في عام 97 كان الهدف منه ان يكون هناك مشروع استراتيجي تنموي بكل ما تعنيه الكلمه كما هو مشروع الحرير اتفاجا الاخ الرئيس ان الوزراء والمسؤولين وهذا كنا من وضعناه اخذنا الجانب الفني وبعد الجانب الفني انتقلنا الى الجانب السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، الاسكاني، السكاني. وجدنا مع الاسف الاخ الرئيس ان تاتي المؤسسه وتتعاقد مع نسبه كبيره من الشركات الاجنبيه. كنا نتمنى ان يوظف هذا المشروع ما يعادل 4000 موظف يعمل كويتي. نتفاجا الاخ الرئيس ان تاتي المؤسسه وتطرح هذه المشاريع للقطاع الخاص والقطاع الخاص يوظف 20% من العماله الوطنيه والباقي ياتي 80% من الخارج. هذا لا يعالج المشكله السكانيه ولا الاسكان عفوا الاسكانيه ولا يعالج مشكله التوظيف ولا يعالج مشكله الاقتصاد اخي الرئيس. اليوم معالي النائب الاول عنده مشروع واحنا ندعم بهذا المشروع اللي هو مشروع الحرير. ونقول ان هذا يعالج جزء من الاختلالات العامه في الميزان العام للدوله. بس اذا كان يمارس كما مارست وزاره النفط والشركات النفطيه في المصفاه الرابعه احنا ما نبي هذا المشروع. يا يعني يكون مشروع حيوي استراتيجي بكل ما تعنيه الكلمه يا بلا مشاريع لان هذه المشاريع ما قاعد تخدم مجتمع ولا قاعد تخدم دوله بل قاعد تخدم جيوب القطاع الخاص فقط ولا قاعد يعطي اي شيء للمواطن. احنا ما نتكلم عن قطاع خاص وتشجيع القطاع الخاص خلنا نشوف ايضا ممارسة صحيحة من قبل القطاع الخاص في أنه يدعم الشباب ويوظف الشباب نرى حكومة جادة في معالجة مثل هذه الامور الاخ الرئيس انا الاخ وزير النفط اوجه له الكلام واقول له وجهت سؤال ان ما عدد ما عدد المواطنين الكويتيين اللي عملوا في المصفار الرابع في ميناء الزور تجد 20% فقط الاخ الرئيس، وكان هدفنا لما حطينا هذا المقترح حطيناه على اعتبار نعالج جزء من هذه البطاله، اللي انا اعتقد ان الميزانيه العامه للدوله اللي تكلفت الان 5 مليار ونص او 5 مليار و400 هو الباب الاول يحمل الجزء الاكبر من هذا العز. اتمنى من الاخ وزير النفط ان يبحث في هذا الامر. إن شاء الله يكون قادر إن شاء الله يكون ماكن إن شاء الله ما يأثرون عليه من هم موجودين على هذا رأس القطاع اللي هو بالمؤسسة والأشخاص العاملين في المؤسسة نعرف أن في هناك مع الأسف شلالية موجودة في المؤسسة وفي الشركات النفطية إذا كنا إحنا بلد يعتمد على أحادي دخل وهو النفط وهاللعب اللي قاعد يصير أرجو من الأخ وزير النفط أن ينتبه هذا الأمر ووجه كلامي ايضا الى معاي النائب الاول ونقول احنا ايدنا بايدك في مشروعك اللي تقدمت فيه ومقترحك اللي تقدم فيه اللي هو مشروع الحرير والجزر بل بالعكس احنا من دعاك يا معالي النائب الاول الى اجتماع في اللجنه الماليه لمناقشه هذا الموضوع والبحث وما زلنا نؤكد ان في هناك ايضا خطه 20 35 للكويت احنا نعتقد ان هذا المشروع الاكبر ونؤيدك كذلك بس نتمنى ان يكون المعالجه صحيحه ما تكون معالجه مثل مع الاسف ما مارستها وزاره النفط والشركات التابعه لها عطت مناقصات بالمليارات جابت لنا عماله اجنبيه ومواطنينا قاعدين بشهاداتهم ما قاعد يتوظفون لا مو هذا البعد بعدها ان يكون في هناك مشروع استراتيجي تنموي مثل ما ابائنا واجدادنا اعطونا واجب علينا نعطي اولادنا ايضا انا اعتقد ان الاخ وزير الصحه يمكن نفى ذلك وتكلم على موضوع اعاده النظر في العماله او في الموافدين والرسوم المترتبه المتر عليهم انا اقوله مره ثانيه ويسمع الاخ وزير الصحه هذا امر لن نسمح لك فيه ما نسمح انك تتصرف فيه وتعيد النظر في الرسوم على العماله انا اعتقد أنك قريت تقرير قال ان في خلال شهرين كان حدود ثلاثة الى أربعة مليون دينار اتت من هذه الرسوم اترك الثلاث ملايين أربعة ملايين انا على الاقل اشوف ان مواطنينا بداوا يروحون المستشفيات بداوا يشوفون الدكاتره بداوا يسوون معالجاتهم ومشاعاتهم وهم وهم مرتاحين ما ينطرون دورهم يقعدون بالست اشهر و سبع اشهر على اشعه الام اتمنى ان الاخ وزير الصحه ايضا ينتبه لهذه الجزئيه واحنا قاعد نراقب ونتابع هذا الامر لما اشوف لجنه تحقيق التجاوزات في وزاره الصحه واشوف في عندنا العلاج بالخارج وصل الى ارقام مخيفه والحكومه مع الاسف الشديد هي من تدعم هذا الامر بسياحه ما هي علاج في سياحه تمريض وصل فينا الامر اليوم احنا في تحقيق التجاوزات في وزاره الصحه وهذا ان شاء الله التقرير راح يكون جاهز خلال الاسبوع القادم والتصويت عليه ويتحمل من يتحمل المسؤوليه. انا اتمنى ايضا الرد على ان فعلا في اباء واجداد عطونا هذا البلد واحنا مسؤولين امام الله سبحانه وامام سمو الامير ان نقدم لاولادنا ولاحفادنا ما قدموه لنا الاباء والاجداد. شكرا لك صلاح رشيد الكلمه الان للدكتور عود وائي تفضل دكتور شكرا اخ الرئيس بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد اخ الرئيس قراءه مضامين الخطاب الاميري وما تضمنه من معان كثيره وايضا وأهداف يجعل من اللازم علينا كنواب للامه ان نقوم بقراءه هذه المضامين وهذا الخطاب وايضا التقيد بما ورد فيه من اهداف كلها تصب الى هدف واحد فقط لا غير هذا الهدف هو الوطن وبناء الوطن. والسؤال هو كيف تبنى الاوطان؟ وايضا هذا السؤال يوجه لنواب الامه اخواني الزملاء اللي على مدى يومين وايضا في جلسات سابقه بحثوا فيها الردود على الخطاب الاميري وكانت ردودهم كلها تصب في مصلحه الوطن واثق تماما بقدرتهم على بناء الوطن والمساهمه فيه وايضا اثق تماما بحكمتهم في الاستفاده من مثل هذا النقاش وايضا عدم تضييع الوقت على امور لا يفترض بان تكون هذه الامور موجوده في ثنايا ومن خلال الاحاديث اما في القاعه او حتى في اللجان، لذلك السؤال هو كيف تبنى الاوطان ايضا كيف تنهار الاوطان؟ سؤالين مهمين انهيار الوطن سهل ولا يحتاج لعمليه معقده فقط الكل يبني لمصلحته الشخصيه الكل يعارض الكل والكل يهدف الى محاربه الكل هذا هكذا تبنى تنهار الاوطان ولكن بناء الوطن هو الصعب وهو المجهود اللي يفترض انه يكون هدف كل منا ولذلك مسؤوليتنا في قراءه الخطاب الاميري مسؤوليه كبيره وايضا مسؤوليه الاخوه في الرد على الخطاب الاميري باحتواء جميع الاراء وايضا الردود اللي موجوده من الاخوه النواب ايضا مسؤوليه كبيره. لكن كيف تحقق هذه الى اهداف واقعيه؟ وكيف يكون الاستثمار في مثل هذا الموضوع؟ وايضا كيف نركز في بناء البشر وليس في بناء الحجر؟ اليوم نحن امام مسؤوليه عظمى وكبيره. جلست مع احد ابنائي وكان يسالني سؤال يقول لي متى هذه الامور الشائكه اللي تحدث في الكويت ولي متى دائما في نقاش ودائما في جدل وهذا الجدل لا يؤدي الى نتيجه. هذا السؤال من يعني الشباب او حتى من اطفال ممكن انهم يسالون هذا التساؤل. بعضهم يقول انتم عشتوا فتره ان الكويت عروس الخليج. واستمتعتوا في هذا الأمر وشهدتوا عليه لكن حنا لم نشهد هذا الأمر بل شهدنا أن الكويت من أبنائها يتطاحنون وأيضا الكل يتصيد على الآخر ليبرز إما عيوبه ويحسن ويخفي محاسن الآخر وهذا إنما هي من علامات الكره وعلامات الحب بأنك أنت لما تحب الشخص تخفي مساوئه وتعلن محاسنه وعلامات الكره أن تخفي محاسنه وتعلن مساوئه وأتمنى إن شاء الله أن لا يعم بيننا إلا الحب ككويتيين ويجمعنا حب الوطن اللي يفترض أن يكون هذا الحب هو الحب الحقيقي المخلص لبناء الأجيال القادمة لكن لدينا مشكله كبيره وحقيقيه في بناء الانسان انا اعتقد بان كل ما هو موجود من مشاريع ماديه اغفلت الجانب الانساني واغفلت ايضا بناء الانسان الكويتي اللي يفترض ان تركز عليه ولنا في ذلك امثله كثيره وهذه الامثله موجوده اما في اخلاقيات الناس او حتى في افكار الناس تجاه بعض أو الحالة التشاؤمية اللي الناس مرين فيها وللأسف أن المعادلة وإن كانت في غير صالح الوطن والمواطن إلا أنها حقيقية وموجودة وأتذكر كلام للمرحوم أحمد الربعي بأن التشاؤم أو الإنسان المتشائم لديه معلومات أكثر من الإنسان المتفائل وايضا اطمن بان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الى التفاؤل ولكن بنفس الوقت لا يستوي الناس اذا كانوا يعلمون في امر ما ولا يعلمون في امر اخر لذلك انا كلامي للاخوه النواب لتصحيح المسار اللي احنا ماشيين عليه الحكومه تتغير والحكومه تخطئ والحكومة لدينا وسائلنا لمحاسبتها ومراقبتها وهذا امر لكن انا كلامي وخطابي للأخوة الزملاء النواب جميعا لدينا قضايا عديدة ولدينا قضايا مستحقة ولدينا امور عالقة ولدينا ايضا امور معطلة مقارنة عمر هذا المجلس 2016 مع عمر المجلس 2013 الإنجاز لا يكاد يُذكر في عمر هذا المجلس مقارنة بين 29 اقتراح بقانون في المجلس السابق من نفس الفترة ومشروع بقانون واحد المجموع 30 أُنجز الآن فقط ست اقتراحات بقانون تم إنجازها ولا يوجد مشروع بقانون من الحكومه تم انجازه احصائيا والارقام لا تكذب هذا في غير صالحنا وغير في صالح المواطن لذلك لما نتحدث عن بناء وطن يجب ان نتحدث ايضا عن تحقيق انجازات وهذه الانجازات تترجم بالارقام لكن الحقيقه اللي احنا ماشيين فيها بان ما زالت نفس المشكله نفس الاخوان ذكروها مشكلات بالتربيه والتعليم مشكلات بالصحه مشكلات في المصدر الوحيد للدخل النفط وتنويع مصادر الدخل الاستقرار السياسي والامن الاجتماعي هذه كلها امور يجب البحث فيها ايضا الانتماء والشعور بالانتماء سواء داخل الوطن اللي عايشين داخل البلد او الناس اللي خارج البلد لما يتم معالجه جميع القضايا اللي تختص بالمواطن الكويتي سواء داخل البلد فان الانتماء سيزداد عند هذا عند المواطن. وايضا لما تعالج قضايا الكويتي في الخارج سواء الدارسين في الخارج او الذين يكونوا موجودين على مهام رسميه في ايضا يجب معالجه هذا الامر. للتو تحدى يعني ذكرت في تصريح وجهت سؤال لوزير الخارجية معالي وزير الخارجية وأيضا لمعالي وزير الدفاع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بخصوص تعرض طالب ضابط كويتي لاعتداء في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وذكر أمس في أحد الصحف بأن هذا الاعتداء قديم ومضى عليه شهرين السؤال هو إذا كان قديم من ذكر هذا الاعتداء الجريدة اللي ذكرت بأن هذا الاعتداء قديم أبي بنفس اليوم تذكر أو تذكر لنا وين كان الخبر اللي نشر عن هذا الاعتداء وما هي الإجراءات اللي تمت من قبل الخارجية وأيضا وزارة الدفاع تجاه هذا الاعتداء اللي تعرض فيه طالب كويتي للاعتداء من قبل عدة أشخاص ودخلوا النظارة ودخلوا عليه المعتدين داخل النظارة واعتدوا عليه مرة ثانية أمس بس تحركت القضية بعد التصريح إذا هم يقولون من زمان احنا نقول وينكم من الفترة اللي فاتت شنو التحرك اللي انتم قمتم فيه لذلك بناء الانسان الكويتي وشعوره بالانتماء هو بشعوره بان هناك ناس يحمونه سواء داخل الكويت او خارج الكويت من قبل السفارات او من قبل الجهات الحكوميه الرسميه الممثله في الخارج. لذلك ايضا امس انا تحدثت عن الشهادات الوهميه وعن رد وزاره التربيه ووزير التربيه عن الشهادات والاسماء اللي ذكرها. انا ما يهمني مره ثانيه اؤكد لكم الاسماء، يهمني حصول هؤلاء الاشخاص على شهادات من جامعات معترف فيها وايضا محترمه حتى تبنى الوطن، حتى يبنى الوطن في ذلك. لذلك مضامين مثل هذه الامور مضامين في نهايه نهايه الردود على المشروع الخطاب الاميري يفترض ان تتضمن جميع النواحي، لذلك انا اؤكد بان اخواننا في لجنه الرد على شكرا للاخ النائب الفاضل دكتور عود رويعي الكلمه الان للنائب معالي وزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيه تفضل شكرا معالي الاخ الرئيس اشكر الاخ النائب عود رويعي على اثاره حادث اللي تعرض له طالب ضابط في الاردن وفي الحقيقة يعني منذ اليوم الأول 19 عشرة وقع هذا الحادث المؤسف متأخراً في الليل منذ علمت السفارة بهذا الحادث ليلة الوقوع كان هناك المسؤول القنصلي في المستشفى لمتابعة حالة هذا الطالب وتم بعد ما استكملت التقارير الطبية الذهاب إلى أقرب نقطة أمنية وتسجيل القضية ومتابعة هذه القضية الأمر مسؤولية واجب علينا أن نتابع مصالح الكويت ومواطنين الكويت وهذا ما قمنا فيه إلى قبل أيام تم التعرف على اثنان من قاما بالاعتداء على الطالب الكويتي وتم إيقافهم 11 يوم في لعرضهم على القضاء القضية محل اهتمام لكن الحوادث للاسف تحدث متابعتنا من واقع مسؤولية وواجب اشكر الاخ الدكتور عوده الرويعه على اثاره هذا الموضوع ما نريد ان نتحدث عن ماذا نقوم فيه هذا واجبنا وحوادث تقع في كل مكان بالعالم والكويتيين يحبون يسافرون في كل مكان بالعالم ومسؤوليتنا واجبنا ال 105 سفارات الموجوده لخدمة الكويت ومصالح الكويت في شتى بقاع العالم فنحن متابعين وإن شاء الله يعني ينال المعتدين حقهم بموجب القانون اللي أود أن أختم بشكر السلطات الأردنية على تعاونها التام في هذه القضية وغيرها من القضايا اللي تحدث في الأردن شكرا مع الأخ الرئيس شكرا الأخ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية كلمة الآن الأخ النائب الفاضل محمد الهدية الأخ محمد معتذر الكلمة الآن الأخ الفاضل النائب سيد عدنان عبد الصمد تفضل سيد أنا كنت رقم تسعة على الرئيس شلون صرت أربعة <applause> شكرا الاخ الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه والسلام على اشرف الخلق اجمعين محمد واله الطيبين الطاهرين واصحابه المنتجبين. الاخ الرئيس كما جاء في الخطاب الاميري بالنص واجبنا على حمايه وطننا من مخاطر الفتنه الطائفيه وتحصين مجتمعنا ضد هذا الوباء الذي يفتك بالشعوب حولنا والحرص على وحدتنا الوطنيه وصيانتها وتعزيزها فهي عماد الجبهه الداخليه ودرعها الواقي وسورها الحامي. قد تختلف مشاربنا وتتنوع اصولنا وتتعدد طوائفنا ولكن الوطن والولاء والانتماء واحد هو الكويت. هذا ما اكده صاحب السمو مرارا وتكرارا وباحرف من نور. ولكن اين من يسمع كلام صاحب السمو ويلتزم به وبالذات من الاجهزه الحكوميه والمسؤولين في الحكومه نعم ايها الاحبه فالوحده الوطنيه هي صمام الامان وهي ليست شعار ولا مؤتمرات ولا لجان ولا وثائق ولا برامج ولا لجان مصالحه الوحده الوطنيه ايمان والتزام وسلوك ينطرق من اراده صادقه وقناعه راسخه والا عدا ذلك فسيكون لعق في الالسنه يحوطونه ما درت معايشهم فاذا محصوا بالبلاء قل الديانون لانه لا يمكن ايها الاحبه أن يستغني أحدنا عن الآخر. لأن في ولا يمكن لأحدنا إقصاء الآخر. لأن في ذلك تفكك المجتمع وانهياره مثل ما أشار الأخ الفاضل الدكتور عوده. وعلى الرغم من أن دستورنا أكد على مبادئ الحريه والعداله والمساواه، فإنه مع الأسف لا يجد التطبيق الحقيقي على أرض الواقع. واكرر واؤكد بالذات من الاجهزه والمؤسسات الحكوميه. اللي اهي يجب ان تكون اولى بالالتزام بتوجيهات صاحب السمو وبتطبيق اوامره. فالتفرقه موجوده بين مكونات المجتمع الواحد وبين افراده. والمعايير ليست مزدوجه ايها الاحبه، ولكنها متعدده واكثر من مزدوجه. ولم أكن أرغب أيها الإخوة الأعزاء أن أتحدث عن هذا الأمر لولا أن السيل بلغ الزبى وهناك جروح حقيقية نازفة لا يشعر بها إلا من يكابدها ولقد أصبحت الشغل الشاغل والحديث الأساسي لشارعنا وكما يقال لو ترك القطى لغفى ونام وكما جاء في حديث الروح للشاعر الفيلسوف محمد إقبال قيثارتي ملئت بأنات الجوى لا بد للمكبوت من فيضاني صعدت إلى خواطر مهجتي ليبين عنها منطقي ولساني والحديث عنها أيها الأحبة فيه نوع من المصارحة فقط من أجل إيجاد الحلول وعلاجها لا غير يعلم الله أنقل لكم ما يدور فالكثير يستشعرون الفرقه الطائفيه على كل المستويات في اجهزه الدوله في المناصب القياديه في الترقيات بمختلف الجهات في دخول الجيش في الشرطه في مجالس الادارات في النيابه غيرها البعض يستبعد فقط دون سبب فقط لانتمائه لفئه او طائفه معينه على الرغم من استحقاقه وصل الامر عندما يتم اقتراح اثنين من القياديين في مجلس إدارة أو مؤسسة حكومية أشكره يقال ما يصير نعينهم اثنين لأنهم من نفس الطائفة شلون الله أكبر مرة لا يكونون مستحقين لا تعين أي واحد فيهم مرة اثنين هم مستحقين دون غيرهم أي سبب يبرر ظلم احدهما فقط لانهما من نفس الطائفه، وهذا قيل هالكلام مع الاسف ومن مسؤولين، طبعا هذا ينطبق على فئات اخرى متعدده في المجتمع وهو جريمه في حق المجتمع، وهذا اللي يضرب الوحده الوطنيه ويفكك الجبهه الداخليه. ومع الاسف من يمارس هذه الاعمال مسؤولين في اجهزه الدوله تحت سمع ومراه الحكومه. المادة 35 من الدستور تقول حرية الاعتقاد مطلقة وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقاً للعادات المرعية على أن لا يخل ذلك في النظام العام أو ينافي الآداب. هذه من المواد النادرة في الدستور اللي لا تحيل إلى نظام إلى قانون ينظمها. أكثر المواد الدستورية تحيل إلى قوانين تنظمها. هذه المادة من المواد الفريدة في الدستور اللي لا تحيل إلى قانون ينظمها ليش؟ لأن فيها حصانة لحرمة العقائد ولأن فيها أيضا ترسيخ لحرية الشعائر، ترى مو على مستوى الدين الإسلامي حتى على مستوى الأديان الأخرى حرية الشعائر والأديان مكفولة في الدستور فما بالك على مستوى الدين الواحد ولا بقية الأمور الصحافة الجمعيات المراسلة التعليم الضرائب كل هذه الأمور القوانين تنظمها هذه المادة لا تحيل شوفوها راجعوها لا تحيل إلى قانون ينظمها ليش؟ لأن لا تريد أن القانون يحد ويتجاوز هذه الحرية وهذه الشعائر هل تعرفون أيها الأحبة إذا واحد منا يبني مسجد كم يستغرق من وقت لا يقل عن عشر سنوات تجربة مريت فيها عشر سنوات بل أكثر هذا إذا تمت الموافقة على ذلك لأن هناك عشا عشرات المساجد الموقوفة والمرفوضة عشرات المساجد المرفوضة في حين أن عدد المساجد لدينا خمسين مسجد في مقابل كم مسجد حوالي ألف وثمانمائة مسجد خمسين مسجد في مقابل حوالي 1800 مسجد. وين حريه الشعائر؟ وين حريه العقيده؟ من المآسي المؤلمه ايها الاحبه المرتبطه في هذا الموضوع شيخ دين يصرح لا يجوز الصلاه في مساجد الشيعه لانه كويتي هذا لانه يشرك فيها بالله ويدعى فيها لغير الله وخطبهم يفوح فيها الشرك وليست بطاهره. هذه مقتطفات بالنص انا اوردها من كلام احد شيوخ الدين الكويتيين. موجوده في اليوتيوب واللي يسمعها راح تقشعر الابدان من سماع هذه الاقوال. يصرح دكتور اخر في الجامعه اشكره على اجهزه الاعلام ان الشيعه ليست مذهب انما دين اخر. يعني غير مسلمين يعني انا اللي قدامكم ترى كافر. هذا معناه لما يقول فعلا دين اخر امثال هؤلاء ايها الاخوه يحكمان بالبراءه ليش؟ لهذا لان هذا من قبيل البحث العلمي. لان هذا من قبيل البحث العلمي بالله عليكم وين قانون الوحده الوطنيه؟ هل الخلل في القانون ام في التطبيق ام في شيء اخر؟ ام في شيء اخر؟ في المقابل تغريدة وحيدة في تويتر واحدة تفسر على أنها مساس بأحد الثوابت يقبع صاحبها الآن في السجن عشر سنوات يقبع صاحبها الآن عشر سنوات وأمثلة أخرى أشار إليها البعض وأنا أتصور الأخ عبد الحميد دشتي عدد سنوات سجن راح تصل إلى الأمية سنة بسبب تغريداته عن الإساءة إلى دولة شقيقة اضف الى ذلك اضف الى ذلك ان هذه الممارسات الحكوميه باسلوب متعسف فيما يتعلق مع خطباء الحسينيات ومضائف زوار الامام الحسين عليه السلام في العبدلي والتي كانت اساسا برعايه وزاره الداخليه حكوميه يعني رعايه حكوميه ثم منعت بدون اي مبرر فقط واحد قال انا هذه راح امنعها من الناس يعني لأن زوار الأماكن المقدسة في العراق كانوا بحاجة إليها نتيجة للوضع اللي موجود في العبد اللي هناك بحاجة إلى أماكن استراحة وغيرها وغيرها كثير مع الأسف يعني هذا الموضوع هل هو اعتباطي أم من قبيل فرق تسود من قبل الحكومة أم ماذا قاعد يغض النظر عنها هل هو ضعف في الحكومه؟ هل هو تواطؤ؟ ولكن انا اختم كلامي الاخوه الاعزاء شكرا للاخ النائب الفاضل سيد عدنان عبد الصمد، الكلمه الان للاخ النائب الفاضل الدكتور خليل عبد الله، تفضل دكتور. شكرا للأخ الرئيس واتنازل بدوري للنائب الفاضل السيد عدنان عبد الصمد شكرا للأخ شكرا الاخ النائب شكرا الاخ النائب شكرا الاخ النائب الفاضل الدكتور خليل عبد الله تفضل الكلمه الان للنائب الفاضل السيد عدنان تفضل شكرا الاخ الرئيس انا اختم كلامي بخصوص الوحده الوطنيه ان على الرغم من كل ذلك قلوبنا وجميع جوارحنا قبل ايادينا مفتوحه للجميع ولجميع مكونات المجتمع بل لكل افراده وهو ما امنا به دائما في اطار التطبيق العادل للدستور ذلك العهد والميثاق الذي امنا به وانه يحكمنا ليست مواثيق للوحده الوطنيه ولكن فعلا على الرغم من تلك الجروح النازفه نفتح قلوبنا لجميع الاطراف ونبدا ان شاء الله بدايه جديده باذن الله. ايضا بخصوص الامن الوطني ان ايضا صاحب السمو اكد على هذا الموضوع. ان احنا نعتقد ونؤكد ونلتزم بما قاله صاحب السمو ان امن الوطن خط احمر والكويت فوق الجميع. وتطبيق القانون يجب ان يسود ويطبق على الجميع. لاحظ القانون يجب ان يطبق على الجميع بسواسيه وعداله واجراءات قانونيه سليمه مع توفير الضمانات الضروريه لحق الدفاع كما نصت عليه الماده 34 من الدستور، هل هذا مطبق اليوم؟ ولكن مع الاسف اكو بعض القضايا محدده في اطار محدد تم استغلالها لغايات سياسيه خلطت فيها الاوراق وخرجت عن اطارها الحقيقي. وتوسعت دائرتها وتم التعميم على فئات بكاملها وشرائح بكاملها وذلك هو الظلم البين هل وصل الامر الى وضع قيود امنيه على مواطنين وبدون ابداء اي اسباب فقط لانه من فئه او طائفه معينه كان عندهم تصريحات يدخلون بالنفط غيرها لا لا انت الان ليش يقول ما, ما لنا شغل روح ارفع القيد الامني. نعم احنا قاعد نقول ايها الاخوه التحديات الاقليميه خطيره والكل يدرك ذلك ولكن ان يجعل ابناء هذا الوطن قربان للترضيات الاقليميه او توطئه او تمهيد لتوازنات سياسيه محليه على الرغم من ان هؤلاء ابناء الوطن كانوا دائما وابدا سداً للإصلاح السياسي الوطني ودرعاً لنظامه السياسي وهذا هو الإجحاف بحينه إضعافهم معناته إضعاف للنظام السياسي وهذا هو الظلم البين وهذا اللي قاعد يؤدي إلى تفكيك الجبهة الداخلية وشق الوحدة الوطنية وإحنا لنا في التاريخ عبرة أيها الأحبة في الترضيات الأقليمية عندما ساعدنا صدام كنا نريد ترضية صدام وقتها وأيدناه أيدناه شنو على حساب ثله من أبناء الوطن من أجل كسب رضاه مليارات ذهبت وأصبحت الكويت جسرا بريا للسلاح والعتاد لحربه ضد إيران ويومها تم اعتقال مجموعه من النشطاء السياسيين أذكرهم بالعشرات فقط ليش؟ لأنهم ضد صدام وتم اتهامهم بالعماله للامن الوطني وشنو؟ وتهمه الانقلاب على النظام وقتها والخيانه متى تم اطلاق سراحهم؟ كانوا متهمين وبيسوون انقلاب، بيسوون حكومه الى اخره. تم اطلاق سراحهم عندما تم حشد الجيوش من قبل صدام على الحدود قبل الغزو. لما تم حشد الجيوش بدون اي مبرر والله انتم ابرياء. على طول من مجرمين بيسوون حكومه وانقلاب ان انتم ابرياء لان كان هناك تهديد على الحدود وكانوا قربان فعلا لترضيه صدام وعلى الرغم من تاكيد صاحب السمو في خطابه على ضروره الالتزام بالدستور والقوانين الا ان الاجهزه الحكوميه مع الاسف وخاصه الامنيه لم تلتزم بذلك عند التعامل مع المتهمين في قضايا أمنية سواء عند الاعتقال أو التحقيق. إخواني تم انتهاك وهتك حرمات اقتحام منازل في أنصاف الليالي. ترويع الأهالي بما فيهم الأطفال. اعتقال النساء كرهائن. اعتقال النساء كرهائن بحجة التستر على مطلوبين من أقربائهم. ترى قانوناً بعض الأقرباء لهم حق التستر من الدرجة الأولى وكذا لا يعاقبون ولكن تم هتك الحرمات في الليل والاقتحام بالليل لا تسمح به القوانين حتى قانون الجزاء لكن مع ذلك تم اعتقال حتى النساء في الليل تصور يقتحمون بيتكم ويأخذون حرمة زوجتك أو تعتقل مرأة بل بعبارة تختطف أثناء خروجها من الدوام وتكبيلها بالقيود للتحقيق معها عن قريبها المطلوب ياخذونها. اقتحام حتى غرف النوم يكون الرجال مع زوجته والغرفه داخل يقتحمون غرفه النوم. وين فلان؟ احنا نبي فلان. تهديد المعتقلين بامور لا اخلاقيه حتى بالنسبه لقريباتهن. نعم ايها الاخوه وصلت الامور لهذا الحد. وصلت الو... واكو اشياء يجل اللسان عن ذكرها والله يجل اللسان عن ذكرها بما لاقوه سالوه عوائلهم وسالوه المحامين ناهيك عن شتى انواع التعذيب بما فيها الصعق الكهربائي هذه الامن الوطني للعلم هذول المطلوبين المتستر عليهم كانوا ابرياء لمده سنه وبحكم المحكمه محكمه الاستئناف بحكم محكمة الاستئناف كانوا أبرياء وراحوا حق وظائفهم وراحوا حق أهلهم قبل أن يتغير الحكم فجأة إلى كونهم مجرمين خطرين جدا والمتستر عليهم متستر على مجرم حتى مجلس الوزراء طلع بيان قال إحنا تفاجئنا بالحكم ويصبح أقاربهن فجأة متسترين على مجرمين والطريف ان اعتقلوا متستر على متستر. اعتقال متستر على متستر. ليش الماده الدستوريه تقول العقوبه شخصيه؟ بعدين المواد 31 لا يعرض لا يعرض اي انسان للتعذيب او المعامله الحاطه للكرامه. ماده 34 يحظر ايذاء المتهم جسمانيا أو, او معنويا. او معنويا. وهو ظل شيء لما خذوهم عوائلهم أيضا أين طاعة سمو الأمير الذي أكد على ضرورة وحماية الدستور أين تحصين الجبهة الداخلية هل هكذا نحافظ على الأمن هل تعلمون أيها الأحبة كم تؤدي مثل هذه الانتهاكات إلى خلق أعداء للمجتمع خلق أناس متطرفين وخطرين على المجتمع، هل هذا من مصلحه الكويت؟ احنا بالعكس نقول قاعد نريد ان نؤهل الخطرين، نريد ان نؤهل المتطرفين، احنا قاعد نخلق متطرفين نخلق ارهابيين بهذه التصرفات. الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه "الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن" الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون لان لا امن ولا امان مع الظلم والظلمات والظلم ظلمات يوم القيامه. والظلم ظلمات يوم القيامه. نتكلم ذلك من موقع المسؤوليه ايها الاحبه. ومن اجل الحفاظ على الكويت، والله من اجل الحفاظ على الكويت. وانها امانه في اعناقنا ونحافظ على مستقبلها. ولكن الانسان شو يسوي يعني؟ فعلا ازاء هذه الامور، والبعض يعني سرح ومرح في في تفسير كثير من المواقف لا ترى لهذه الأسباب الواحد يحاول يعني يستكشف الموقف المطلوب في هذه الأمور، حفاظا على الكويت وعلى المجتمع. نتكلم ذلك أيها الأحبه من موقع المسؤوليه، ومن أجل الحفاظ على الكويت وأمنها وأمانها ومستقبلها. وإذا لم يعد الإنسان أيضاً ومن موقع المسؤوليه قادر على إقامة حق او دحض باطل كما يقول امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام فلا اقل الا يكون شاهد زور او ساكتا عن الحق كشيطان اخرس نسال الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد لنا جميعا من اجل الكويت ومن اجل اهل الكويت شكرا اخ الرئيس شكرا الاخ النائب الفاضل سيد عدنان عبد الصمد الكلمة الآن الأخ النائب الفاضل مبارك الحريس عفوا أخ مبارك الحريس نو... تفضل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة شمس الوزراء شكرا أخ الرئيس وشكر موصول للأخ النائب الفاضل السيد عدنان عبد الصمد وأود أن أؤكد بأن الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع مكونات المجتمع الوطني وإذا كان مع التأكيد على الالتزام وفق القسم برارا بالقسم اللي قمنا فيه على الماده 35 من الدستور اللي تؤكد على حريه الاعتقاد مطلقه والماده 36 على حريه الراي والبحث العلمي مكفوله والماده 50 اللي تؤكد على فصل السلطات والماده 53 اللي اكدت على وجود السلطه القضائيه والاهم الماده 163 التي تؤكد لا سلطان لاي جهه على قاضي في قضائه. اخي الرئيس اذا كانت عند السيد النائب الفاضل سيد عدنان ملاحظات انا اقدر بأن مثل ما تفضل يترفع في ذكرها ولخصوصية بعضها لكن إحنا بكل تأكيد لدينا الصدر الرحب بأن نستمع عن ملاحظات دقيقة محددة ليست مرسلة ونؤكد بأننا لن نقبل بأي ممارسة حتى لو كانت على مستوى فردي حصلت أثناء تنفيذ أحكام. إلا أن تكون وفق القانون والضوابط وعقائدنا واحترامنا أنا أؤكد لزميلي النائب الفاضل سيد عدنان الصمد أن مرة أخرى بأن الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع مكونات المجتمع الوطني ال الكويتي بكل أجهزتها شكراً أخي الرئيس شكرا نائب رئيس مجلس الوزير الدولة تفضل سيد عدنان شكرا الاخ الرئيس انا ادري فيك الاخ بناصر لا يمكن ان تقول غير هالكلام لا يمكن ان تقول غير كلام وزير الدوله لشؤون مجلس الوزراء بعد في المجلس ما يقول الكلام بس بينك ما بين نفسك مقتنع بما تقول مقتنع بما تقول فعلا ان ما اكو ممارسات وان الحكومه على خط واحد ايش هالحكي هذا كل اللي ذكرته هاي ترى امثله الحديث قاعد الشارع قاعد احنا ترى قاعد نعاني من الشارع من ممارسات حقيقيه وإذا تبي أنت أيضا تقول مرسلة راجع تقرير لجنة حقوق الإنسان البرلمانية راجعة وشوف شنو فيه بخصوص الانتهاكات الجسدية والمعنوية لأن تم زيارة السجون ومقابلة كثير من المسجونين هناك وما تعرضوا له من شتى أنواع التعذيب والتعسف أقرأ تقرير لجنه حقوق الانسان البرلمانيه وراح تعرف ذلك شكرا الاخ الرئيس شكرا اخ النائب سيد عدنان الصمد الكلمه الان الاخ النائب الفاضل مبارك الحريس تفضل الأخ مبارك بسم الله الرحمن الرحيم شكرا الاخ الرئيس الاخ الرئيس طبعا في البدايه احنا في صدد الرد على الخطاب الاميري وهذا الامر الاخ الرئيس يعني سنويا احنا نسجل ملاحظاتنا على الخطاب الاميري ولكن في كل سنة نجي نفس الأمر والخطاب الأمير يعتبر هو خارطة الطريق لعمل الحكومة وسلطات أجمع الأخ الرئيس يمكن الحكومة لما ما تلتزم في توجهات الخطاب الأميري وأيضاً إحنا أمام حكومة اليوم ما قدمت برنامج عملها وصار لها كم جلسة تحضر معانا ولا أبي أسمع أن الحكومة تبنت برنامج عمل الحكومة السابقة لأن قدمنا في ملاحظاتنا في دور عقاد الماضي وكان مليء بالثغرات وعدم القدره على التطبيق، فاتمنى من الحكومه تقدم برنامج عملها باسرع وقت. اما في شان الخطاب الاميري، انا اعتقد ان مشكله الحكومه الاخ الرئيس بالاضافه الى مشاكلها اللي هي تعرفها والكل يعرفها في عدم التنسيق فيما بين الوزراء لتقديم ارقى الخدمات للمواطن، اعتقد مشكلتها في اجهزتها التابعه لها. واهم جهاز تابع لها جهاز قانوني، وانا كنت في يوم من الايام قبل اكثر من 22 سنه في هو الفتوى والتشريع وزين ان اخوي وزير الدوله موجود هو المعني مباشره في الفتوى والتشريع الاخ الرئيس هذا الجهاز فتوى التشريع يقدم فتاوى متناقضه في كذا امر لما يعرض مره ثانيه تشوف اليوم في عندنا في لجنه حمايه الاموال العامه وزير الماليه مستدعى قبل ثلاث سنين في عنده فتوى مستند عليها الفتوى والتشريع تقول الف باء جيم اليوم يستدعى مره ثانيه عنده فتوى اخرى تقول سين صادعين فهذا امر قانوني ما يجوز الخروج على المبادئ القانونية والدستورية فهذا الأمر يجب أن تنتبه للحكومة وخاصة الأخ أنس صالح لازم يكون عنده المام في هذا الموضوع الفتوى التشريع يجب أن تكون فتاويها محددة حسب المبادئ الدستورية وما تتلون بين فترة أخرى وإحنا لما ننتقد الفتوى التشريع مو لأنها تابع الحكومة إحنا أيضا جهاز ديوان المحاسبة تابع لمجلس الأمة وأيضا ننتقده وأقول لكم وين مشكله جهاز ديوان المحاسبه وايضا سبب الكثير من المشاكل والقرارات في هذا المجلس بسبب فتاوي الديوان. او اهم اهم مشكله عند ديوان المحاسبه الاخ الرئيس الماده 82 مو قاعد يطبقها. يعني هو جهاز يراقب الماليه العامه في الدوله كلها ومو قابل ان احد يراقبه، وقانون انشائه هذا الجهاز في الماده 82 تقول ان وزاره الماليه سنويا تقدم ملاحظاتها على عمل الديوان من حيث المحاسبه والرقابه الماليه ويقوم الديوان بتقديم ملاحظته عليها يعني اعطوه بعد حتى فسحه يدافع عن نفسه ويقدم هذا الامر في تقرير المجلس الامه هذا الامر مو قاعد يعمل فيه خلى الديوان المحاسبه كانه جهاز اليوم يعني ما عليه لا حسيب ولا رقيب ومصروفات وهدر والكل يتحدث عنها فالاخ الرئيس هذين الجهازين هم سبب مشكله البلد اليوم فتوى التشريع وديوان المحاسبة واحد تابع الحكومة واحد تابع لنا ولا عندي أي حرج أن نتحدث في جهاز تابع لمجلس الأمة لأن هذا الحق أنا شفت اليوم كرئيس لجنة حماية الأموال العامة مشاكلنا مرتكبة يعني مشاكلنا موجودة بسبب هذين الجهازين واحد جهاز قانوني فتوى التشريع والثاني جهاز مالي ورقابي عندهم مشاكل مو حتى المناصب القيادية عندهم قاعد يطلعوا لنا في بدع ما هي موجودة في قانونهم ولا في القوانين الكويتية ويعملون مسابقة لتعيين القياديين عندهم ديوان محاسبة وين صارت هالمسابقة دائما تولية المناصب وتسكينها تعطى للأكفأ وللأقدم في الشهادة والأقدم في, في الانضمام للجهاز اليوم قاعد يحطون نظام معروف في مصر اللي هو نظام المسابقات واللي سبب مشاكل إدارية عندهم هناك جايبينه لنا هني أنا بي الأخ رئيس الديوان بالوكالة يتأكد هل إن مسألة المسابقات موجودة في قانونه ولا لا خلي يثبت هذا الأمر الأخ الرئيس لازم ينتبه لهذه الأمور طبعا الأخ الرئيس لما تحدث عن خطاب الأمير يعتقد أن الخطاب الأميري يحرص كل الحرص على أن المواطن الكويتي ينال كل حقوقه حقوقه في الداخل وفي الخارج لكن لما يكون المواطن فالح جمعان العازمي له الأربع تشهر في إيران معتقل من من عشرين تسعة أكثر من أربع تشهر ولا في لا حس ولا خبر حنا وهلا اللي كل يوم قاعدين نروح اول شيء كلمنا وزير الخارجيه كان نائب الاول وزير الخارجيه ووعدنا خير وما حصل شيء وبعدين قابلنا نائب وزير الخارجيه الجار الله ووعدنا خير وراح ونادى السفير الايراني وقلنا يا معود خل هلا بس يزورونا يشوفونا خلينا نعرف شنو تهمته لين اليوم هذا فالح جمال العازمي في ايران لا له موجه لا تهمه ولا قادرة الخارجيه تعطينا افاده واضحه عنه عشان نطمئن عليه ولا هي قادره تستخدم دبلوماسيتها في الافراج عنها المواطن، ايش معنى ايران لما تعتقل المواطن يصير عندنا مشكله، وكل الكويتيين اللي اعتقلوا في ايران اسبوعين ثلاثه شهر، فالح العازم اليوم صار له أربعة اشهر. هذه مسؤوليه وزاره الخارجيه وانا كنت اتمنى الاخ وزير الخارجيه يكون موجود يسمع هالكلام. لكن للاسف تاركين الموضوع متى ما طلعت ايران، لا اذا انتم تاركين احنا ترى ما راح نتركه، هذا ولدنا وانتم مسؤولين عنه وحنا من وراه. الاخ الرئيس موضوع طبعا الجزر وتطوير الجزر وما عرف بمشروع الحرير وكنت اتمنى النائب الاول وزير الدفاع موجود على اعتبار انه هو عرف قدام الناس في هذا المشروع. هذا المشروع تنموي وحيوي كل الناس لما يقرون عنه يقول والله ممتاز يا ليت نشوفه. اولا في المجلس الماضي انا كرئيس لجنه التشريعيه رفضت هذا المشروع لانه جاي باقتراح نيابي وكله ثغرات دستوريه وغير قابل للتطبيق. وحولوا اليوم في المجلس الحالي كمشروع حكومه الان عند اللجنه الماليه، لازم الناس تعرف ذيول هذا المشروع، هذا المشروع يجب ألا يتم فيه استثناء أي قانون في البلد يعمل فيه مو صحيح أنك تطبق قانون من سنة ستين قانون الجزائي وفيه محظورات شرعية وفيه أمور كثيرة وحسب عاداتنا وتقاليدنا وتجي حق الأرض هذه تقول لا والله بس تثني قانون الجنائي بس تثني قانون الجمارك بس تثني قانون العمالة بس يعني معناتها أنت انشأت دولة في خارج الدولة هذا لما نقول حنا دولة خارج داخل الدولة معناتها قوانين ثانية الكويت كلها وحده واحده ما هي مقسمه، قوانيننا لازم تنطبق علينا في كل بقعه من ارض الكويت، وحنا بالذات ترى حريصين على هذه الارض اكثر من غيرنا، كلنا مواطنين نعم، لكن هذه الارض التاريخيه الاخ الرئيس يجب ان الدوله ما تعبث فيها ويجب ايضا ان تعطي اهلها الصحيحين اللي قبل 300 سنه موجودين فيها، يجب ان ياخذون حقوقهم، مو صحيح أن قبل 50 60 سنه لما يهاجرونها لان ما فيها خدمات ويجون في مناطق الكويت الداخل. الان ترجع وتعمرها وتترك حقوقهم وتقول والله ما عندكم مستندات او ما عندكم وثائق املاكهم فيها وانا اعني فيها قبيله العوازم املاكهم في هذه الارض وضع اليد اكثر من 300 سنه وحاربوا النصار قبل 300 سنه فلا يجي اليوم مسؤول يعتبرها كانها ارض والله يسوي فيها على كيفه لا لا خل الرئيس اعطهم حقوقهم خلهم وضع خاص في هذه الارض هذه ما تركوها الا لانك انت قصرت في تعميرها قبل 40 50 سنه اليوم تروح من وراهم وتعملها جنة مثل ما تقول اعملها زي ما أنت عاملها لكن يجب أن تعطيهم حقوقهم وفي النهاية في الأخر الأخ الرئيس هذا الموضوع ليش أنا أقول لك هذا الموضوع افقدوا في ملكياتهم لأن جلسة سنة 2000 وطلعت الحكومة قانون ما عرف بقانون شرار وقال خلال سنة اللي ما يثبت ملكيته بمستند رسمي تنتهي أهميته كانوا ورثة وناس متوفين لهم أكثر من 60-70 سنة تجي في غفله من الزمن تلزمهم في سنه اذا ما اثبتوا حقوقهم معناتها هدرت حقوقهم الاخ الرئيس يجب على الدوله ان تنتبه ان هذه الارض تاريخيه واحنا مع اعمارها بالطريقه الصحيحه الدستوريه القانونيه التي لا تخالف ثوابتنا وقوانيننا وايضا اهلها الحقيقيين التاريخيين ياخذون حقوقهم فيها كامله حتى لا تكون في مشاكل انا لو ادعي اجتماع في ديوانيتي لاهل هذه الارض اقسم بالله العظيم الضيق فيها المنطقه فخلونا واضحين من الامر، احنا مع التعمير ولكن يجب ان يؤخذ في هذا الامر حقوقهم التاريخيه. الاخ الرئيس طبعا لما تكلم عن امور ثانيه مثلا موضوع شركه الدره انا صراحه استغرب ان احد يطلب الغاها، احنا طلعناها في المجلس اللي طاف شابها خطا شابها قصور في التطبيق، لازم المجلس اللي طاف مثل ما صدر هذا القانون المجلس الحالي ايضا يتابع تنفيذ هذا القانون واحنا مع هذا القانون ولا نقبل الغائها لانه راح يعيد المربع الاول وراح نفيد تجار الخدم مثل ما يقولون في الالغاء الاخ الرئيس طبعا فيما يخص الصحه وزير الصحه موجود وعليه مسؤوليه وتركه كبيره لكن الاخ الرئيس وزير الصحه لازم ينظم العمل في الوزاره جاء وزير اخذ على اليمين وجاء وزير اخذ على اليسار اعتقد ان شاء الله الخير في الوزير الحالي لكن ما نقبل تبهذل الكويتيين امس قاعد أدا اطالب يوم كامل لطفله عمرها 9 شهور ما احنا لاقي لها مكان في مستشفى مبارك واحنا مناطق سلوى ورميثيه ومشرف بيان نطالب ان كلنا نصيب في مستشفى جابر مو صحيح ان هذا المستشفى فيه اكثر من 2600 سرير واحنا نطالع شوف العين ليش احنا مو كويتيين مو هذه منطقتنا وهذه ديرتنا لازم يكون في تخصصات حق هذه المناطق الاخ الرئيس اخر شيء النفط الاخ وزير النفط موجود لازم يفتح التوظيف للكويتيين في النفط اقسم بالله النفط لو فتح فيه توظيف الكويتيين كل التخصصات موجوده قاعد تقدمون مهندس من جامعه راقيه ومهندس هندسه بترول أو يرفض والله جايب 59 ما جاب 60 في الامتحان وين رقبه الدوله على توظيف الكويتيين اعتقد الاخ الرئيس اليوم الكويتيين لهم حق علينا في توظيفهم في رعايتهم في الداخل وفي الخارج شكرا الأخ الرئيس. شكرا للاخ النائب الفاضل مبارك الحريص، الكلمه الان للاخ النائب الفاضل الدكتور عبد الكريم الكندري، تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين. في الرد على الخطاب الاميري. بشكل سريع راح اتكلم عن جزئيه ذكرت في المذكره التفسيريه اتمنى بس انكم تستوعبونها معاي لان مجرد ما احنا نقراها ونسقط عليها الواقع العملي نرى بان المؤسسون الاوائل يتكلمون عن وضعنا الان كلام يتعلق في رقابه الراي العام جاء في المذكره التفسيريه رقابه الراي العام التي لا شك في ان الحكم الديمقراطي ياخذ بيدها ويوفر مقوماتها وضماناتها، ويجعل منها مع الزمن العامود الفقري في شعبيه الحكم. وهذه المقومات والضمانات في مجموعها هي التي تفيء على المواطن بحبوحه من الحريه السياسيه، فتكفل لهم الى جانب حق الانتخاب السياسي مختلف مقومات الحريه الشخصيه. من ماده من ماده 30 الدستور الى 45 وفي جو مليء بهذه الحريات، هذا الكلام اللي الحين بقوله هو كلام المؤسسين المجلس التاسيسي اللي شرحه مواد الدستور وحطوا لنا اياهم في مذكره علشان احنا نرجع لهم. وفي جو مليء بهذه الحريات الحر ينمو حتما. الوعي السياسي ويقوى الرأي العام ونركز على كلمة ويقوى الرأي العام وبغير هذه الضمانات والحريات السياسية اللي يفترض أنها ذكرت في الدستور تنطوي النفوس على تذمر ولا وسيلة دستورية لمعالجتها تذمر في النفوس وين نسمع هالكلام وين نعيشه كل يوم وتكتم الصدور آلاما لا متنفس لها بالطرق السلميه. ويتجاوب مع هذه المعاني كذلك ما لا يخفى من ضروره مرور الحياه الدستوريه الجديده في ذاك الوقت ذات الطابع البرلماني بفتره تمرين على الوضع الجديد. يتبين خلالها ما قد يكون من هذا الوضع من توسعه او تضييق. وهي ان تضمنت بعض التضييق فان ذلك منطق سنه التطوير وفيه مراعاه لحداثه العهد بهذه المشاركه الشعبيه في الحكم وتمهيد لاعاده النظر في الدستور بعد السنوات الخمسه الاولى من تطبيقه. كما يدخل في الاعتبار من ناحيه ما عرفت به حكومه الكويت من حرص على مصالح المواطنين وتجاوب مع اتجاهات الراي العام واحساسه. واحد يقول هذه الجمله شنو لها دخل في الخطاب الاميري؟ عندما نتكلم في الخطاب الاميري فنحن نرد على النقاط اللي ذكرت فيه سواء كان متعلق في المصالحه او ضروره تطوير النظام البرلماني اللي اكد فيه ايضا رئيس الوزراء. مشكلتنا بالكويت نبي نغير كل شيء الا النظام البرلماني. خلصنا من مساله تعديل الاصوات ما نجحت. تجربة الصوت الواحد فاشلة، الفكر اللي دشوا فيه علينا بالصوت الواحد على اساس انهم يفرقون المجلس ما قدروا والدليل دور الانعقاد اللي فات. جربوا بان ما في مجال انك انت تقسم داخل مجلس الامه. اليوم في حديث جديد عن ضبط التجربة البرلمانية، يعني ببساطة مثل ما اوعزوا لنواب داخل مجلس الامه عدلوا طريقة الاستجوابات. ونرد حق نفس الموضوع نسولف في كل شيء الا اهم جوهر ما نبي نتكلم فيه ما نبي نتكلم في تعديل الدستور وتعديل النظام البرلماني نفسه اللي هو مشكله اليوم هالكلام قلناه في السابق ونرد نقوله وراح نستمر نقوله ولاخر نفس بنقوله المشكله في السيستم راح تغير اسماء النواب وراح تغير اسماء الوزراء والمحصله هي ذاتها ولا زال البعض يعتقد بان طريقه الحل تاتي بتعديل اداه الاستجواب او قانون الانتخابات هذا الكلام شرحناه بشكل مفصل لكن ما المقصود برقابه الراي العام اللي قالت المذكره نفسها بان الضمانات اللي عطونا اياها ب 62 راح تخلي الشعب ينمو وراح يصير الشعب نفسه هو العامود الفقري للحكم. رقابه الراي العام هي الشباب اللي موجود بالسجن اليوم اللي طلع احتجاج على جرائم وقعت على المال العام من قبل ممثلين الشعب. لما شاف بان الضمانات الدستوريه بدات تنحصر وشاف بان ال... كل شخص يرتكب جريمه بالكويت وبشكل علني لا يعاقب مثل ما فرض الدستور انه يحصل ثار وطلع وقدم رساله احتجاج هذا الكلام بالمذكره موجود في حاله عدم احترام نصوص الدستور والضمانات الدستوريه سوف ينشا هذا الشيء قال لك الآلام راح تكون في قلوب الناس وحالة التذمر راح تكون كبيرة وهذا اللي حصل الشباب اللي موجودين بالسجن اليوم لأنهم تذمروا ثاروا على الواقع المرير ودخلوا إلى مجلس الأمة حتى أنهم يعترضون في موقف سياسي بحت على أداء النواب وأداء الحكومة والمشكلة بأن كل من يخالف هذا الاعتراض السياسي ما يتكلم أبدا عن أسبابه أتي تقول يقول لك لا الشباب غلطوا وشلون يدخلون أتي تشوف طرحة ونهجة عمره ما حاسب فاسد في البلد عمره ما أشار إلى فاسد بس قادر يشير إلى الشباب الكويتي اللي دخل من القاعة واحتج هذا اللي يحتاج تعديل تصحيح النظام البرلماني لا يعني فقط تصحيح اداه الاستجواب. لا الضمانات الدستوريه تزيد واللي موجود بالدستور يطبق. اما عن النقطه الاخرى المتعلقه بالاصلاح الاقتصادي، انا مستغرب احنا الحكومه ليش تخاطب الشعب في مساله الاصلاح الاقتصادي؟ ترى مو احنا اللي قاعد ناخذ المناقصات. مو احنا اللي قاعد نعطي قروض ومنح مو احنا اللي قاعد نعطي رشاوي مو احنا اللي عندنا هدر بالوزارات هذا انتوا خاطبوا نفسكم بالاصلاح الاقتصادي لا تخاطبونا احنا كمواطنين احنا نعلم بان الوضع المالي بالدوله صعب بسببكم بسبب سنوات الهدر وسوء الاداره ويوم صارت ودخلنا في العجز جيتوا تخاطبونا بضرورة تبني قوانين الإصلاح الاقتصادي أنتوا تكلموا مع بعض وصلحوا الهدر اللي عندكم والفساد المالي اللي عندكم اللي أنا متأكد لو أنكم توقفون منا على الأقل 50% لو وفرتوا في ميزانية الدولة والحديث عن الضرائب حديث خطير لأن ببساطة سوف يغير مفهوم الأموال العامة اللي بخزانة الدولة إلى أموال دافعي الضرائب وأنا اليوم كممثل عن الشعب ممكن أوافق على الضريبة بس أبيها كاملة إن لين أحط فلوس فلوسي داخل خزانة العامة إذا راح تكون أموال ضرائب وأنا من أديرها حال أي نظام ضريبي بالعالم لأن أنا أدفع لك ضريبة أنا أدير الأموال مو أنت وتحطون وزراء تدير أموالنا ما فلحوا في إدارة الأموال العامة ما نثق بان نحن نسلمهم اموال دافعي الضرائب، لذلك كلمه ضريبه يجب ان تاتي معها اشراك الشعب في اداره الحكومه. امر بسيط، لا تجون تقولون لنا اوروبا يدفعون ضرائب، اوروبا يدفعون ضرائب ويشاركون في اداره الضرائب، واذا في وزير يسافر بتذكره بزنس مو ايكونومي يطير لانه دفع هذه الفلوس من فلوس دافعي الضرائب. إذا تبون هذا إذا تبون هذا المفهوم ناخذه بالكامل. تبون مصدر آخر للدخل عن طريق الضرائب؟ إذا لابد أن يشرك الشعب في إدارة الدولة ليراقب ويدير أموال الضرائب. الكلام كبير وصعب، لا تعطونا جزء وتقولون ولا كأن إحنا اللي واقفين في طريقكم، لا إحنا قلنا لكم يا تاخذون النظام كامل يا ما تقطعوا لنا، وإذا بتعطونا تجارب أوروبية بنجيب تجارب أوروبية هم عليكم. هذا كلام بسيط قانوني وما في شيء غلط. تبيني أدفع ضريبة؟ أنا أشرف على الضريبة. لا، مو أنت اللي تشرف على الضريبة في الوضع الحالي اللي فيه فساد ورشاوي وهدر، لأنه ببساطة راح أعطيك جزء من فلوسي علشان أنت تستمر في الهدر والفساد. نقطة أخيرة تحية للدكتور جمعان الحربش والدكتور وليد طبطبائي وإخواني اللي بالسجن شكرا للأخ النائب الفاضل الدكتور عبد الكريم الكندري الكلمة الآن للأخ النائب الفاضل خالد الشطي تفضل بسم الله الرحمن الرحيم في مطلع الأسبوع القادم إن شاء الله سنعيش ذكرى ميلاد سيدنا المسيح عليه السلام، لذلك أتوجه بأجمل التهاني وأعظم التبريكات إلى المسيحيين والمسلمين على السواء. وعلينا أن نظهر الأصالة الكويتية وتسامح الإسلام عبر تهنئة الجيران والزملاء من المسيحيين بعيد الميلاد المجيد. سيادة الرئيس، كم هي عصيه الكويت على التغيير ان يكون الامر نظريه وفكر شيء وان يصبح مشروعا عمليا شيء اخر قبل اكثر من ثلاثه عقود كانت العولمه نظريه تبحثها الأك... الاكاديميات ومراكز الدراسات ويناقشها الساسه فتعقد المؤتمرات حول منظومة التجارة العالمية وحول البيئة والصحة والغذاء والمحاصصات والنفوذ، وتصدر قرارات، ويعاد رسم خرائط، ونحن في سبات عميق تحسدنا عليه الدببة في شتاء القطب المتجمد. ورغم تحول القدرات، ورغم تغيير القرارات ودخولها في مرحلة التنفيذ وبدء معالم العولمة بالظهور إلا أننا لازلنا في نومنا وسباتنا متمسكين بالجمود والتحجر الخارق الذي أذهل جميع المراقبين العالم إلى تغيير وفي حركة وفي حركة وتفاعل وانفعال، إلا في الكويت، لم يتغير شيء هنا مطلقا، لا في السياسة ولا في الاقتصاد ولا الثقافة ولا, ولا أي شيء. السياسات التي أقصت الكويت عن موقعها الاقتصادي الرائد في المنطقة ودرة الخليج ولؤلؤته المتألقة في الستينيات، فأصبحت قياسا بجاراتها الخليجيات خرابة، هذه السياسات ماضية بأدواتها المختلفة وتقنياتها منتهية الصلاحية وآلياتها التي اعترأها الصدأ. التوازن الاجتماعي الذي كان مضرب المثل للمنطقة، ومفخر أمام دول العالم في التنوع الطائفي والعرقي ونموذجا رائعا للتعددية سقط لصالح الإسلاميين بل المتطرفين منهم العولمة يا سادة قادمة والتغيير قادم لا محالة وحكومتنا الرشيدة لا تريد أن تصدق لدينا كل هياكل الدوله الحضاريه من دستور ومجلس امه وديوان المحاسبه وسلطه قضائيه وصحافه ونقابات ولكن هذه هياكل والشهوات والمصالح طغت على المبادئ والقيم الانتخابات لا تكفي ما هي الا قصاصات ورق في صناديق لدينا تيارات مناهضه للديمقراطيه والقيم تشارك في الانتخابات حتى تنجح الديمقراطيه يجب العمل نحو سياده القانون لا توجد سياده للقانون سياده القانون تختلف عن وجود القانون القانون يجب ان يكون ينبوعا للحريات بل هو حارسها ايضا القانون يحمي الضعفاء من الاقوياء ايضا الاقوياء هم بحاجه الى القانون لانه يبرئ ساحتهم اذا نالهم اتهاما جائرا ولكن لدينا الاخ الرئيس لدينا قوانين ضد الحريات قوانين ظالمه عندما يعاقب القانون على الافكار ويصادر البحث العلمي لا تكون الحريه مفقوده فقط بل لا يبقى لها ظل فيه تنحدر الامه الى مستنقع الانحطاط اذا فرضت عليها القوه الغاشمه استبدادها باسم العداله وبتاييد من القانون من اهداف التشريع حمايه الضعيف من القوي وتجنيبه بطشه لا تكريس سلطه الاقوياء وجبورتهم عندما يرفض الانسان الاذعان لقانون ظالم فانه لا ينازع الاغلبيه في حق الامر والنهي انما يلجا من سياده الشعب الى سياده البشر اجمعين يجب الاسراع في اصدار قانون لمخاصمه القضاء ومسؤوليه الدوله المدنيه عن اعمال القضاء والسعي لتعميق النزاهه يجب ملاحقه الذين يمارسون الطائفيه والتمييز العرقي والمذهبي واضطهاد الاقليه وتفعيل قانون حمايه الوحده الوطنيه وتطبيقه بعداله ومساواه وليس بانتقائيه ومزاجيه يلاحقون ويحاكمون امام قضاء عادل ينجو هو بدوره وينزه عن لوث الطائفيه والمزاجيه واضطهاد الاقليه يجب ان نرسخ معالم الدوله المدنيه في الكويت نحن شعب مسلم ولكننا في دوله مدنيه فيها الملتزم وغير الملتزم نريد لنسائنا الحجاب ولكن ليس لنا أن نكره أحدا عليه ولا على الصلاة والصيام والحج والزكاة رغم تعبدنا بهذه الفرائض الواجبة شرعا إلا أنه لا وصايا لأحد على معتقدات الكويتيين وسلوكهم الديني إن التزمت الديني الذي صرف الشباب والخبرات والاستثمارات والتجاره عن الكويت الى غيرها من بلاد المنطقه وخلفنا في اخر سلم التطور والتنميه يجب ان يقف عند حده وسطوه التيارات المتطرفه يجب ان تنتهي وتعود من الهيمنه والقهر والاستبداد الى التسامح والتكافل والتراحم فالاكراه يسلب العبادات جوهرها ويفرغها من ماهيتها وإثارة الطائفية وإهانة الناس في عقائدهم يقلب أهداف الدعوة والنصح والإرشاد إلى آفات تفسد النفوس وتورث الإحن والأضغان الطبيب لا يكون مستبداً عندما يداوي المريض والجراح لا يكون مستبداً عندما يستخدم المشرط والأب لا يكون مستبداً عندما يربي أبنائه لذلك نحن اليوم بحاجه الى تكريس الدوله المدنيه وتعزيزها باصدار تشريعات تحمي المجتمع من التطرف والتزمت الديني وسطوه المتطرفين من التيارات الاسلاميه. المساله الاخيره وهي مسؤوليتنا في محاربه الارهاب ووقف دعمه. وهذه مسؤوليه تقع على وزاره التربيه ومناهجها ووزاره الاوقاف وخطبائها ووزاره الاعلام والادوات الاعلاميه والعمل الخير الذي يتستر بالعمل الخيري وفي النهايه التقارير الدوليه تتهمه جزما ويقينا بدعم الارهاب ايضا وزاره الداخليه عليها مسؤوليه كبيره في الحيلوله دون توسع هذه الشبكات الارهابيه في المجتمع وهناك الكثير من المسؤوليه على وزاره الداخليه يجب ان تقوم فيها بالذات في خصوصا من دعموا الارهاب لدينا في المنطقه ودعموا الارهاب في سوريا والعراق وهم باسمائهم وصورهم الموثقه إلا أنه إلى الآن لم تتم التحركات الإيجابية في هذا الشأن يجب أن نحافظ على بلادنا لأن اليوم دعم الإرهاب مكافح عالميا ولا يمكن أن نبقى إذا استمرت هذه الأمور لا سمح الله شكرا الأخ الفاضل خالد الشطي كلمة الآن الأخ الفاضل أحمد الفضل تفضل شكرا اخ الرئيس شكرا اخ الرئيس اولا نتمنى عيد مجيد للعالم اجمع وميري كريسمس للعالم اجمع ولكم اخ الرئيس ولكل الاعضاء ونتمنى ان السنه القادمه تكون سنه سلام على العالم اجمع وسنه فيها نشهد معاهدات سلام في هذه البلدان المتنازعه والتي تجتاح الحروب الاهليه والنزاعات الطائفيه. اثنين قبل ان ادخل في ادخل في الرد على الخطاب السامي كذلك اود وقد فاتني ذلك البارحه او بالامس وهو ان نرحب بالاخوه الخليجيين اهل الدار ونقول لهم حللتم سهلا ووطئتم حللتم اهلا ووطئتم سهلا و فرحتنا بوجودكم حقيقة أغنتنا عن الحصول على الكاس أو على أي ميدالية فالإخواننا اللاعبين وإخواننا الجهاز الإداري والفني نقول لهم كفيتوا وفيتوا هذا اللي كان بالإمكان إحنا قبل هذه البطولة حققنا ثلاث انتصارات حقيقة أو قبل لا نبدأ المنافسات أردي حققنا ثلاث انتصارات تاريخية رفع الإيقاف تنظيم دورة كأس الخليج ومشاركة المنتخبات كاملة والدول كاملة وهذا نصر يضاف إلى الانتصارات العديدة المسجلة لدولة الكويت بقيادة سمو الأمير. ولإخواننا اللاعبين نقول لهم أوعدكم أنا وأنا أخوكم أن بتعاوني مع الأخوة النواب ومع الأخوة الوزراء سنخرج لكم بإذن الله قانون متطور يلبي طموحاتكم. وباذن الله يسمو بالرياضه وينتقل فيها ويقفز فيها قفزه نوعيه باذن الله. آه نذهب الان الى خطاب سمو الامير، الخطاب الذي سمعته وفهمته ووعيته. الخطاب الذي جاء شفافا دقيقا محددا لا يقبل اللبس. وقد حدد سمو الامير هدف البلد. وقد استخدم عبارة وسأوردها كما جاءت ان مسيرتنا الوطنيه التي تحث الخطى سعيا الى تحقيق التنميه المستدامه الشامله تهددها اخطار خارجيه جسيمه وتعترضها تحديات داخليه صعبه وقد حدد الخطاب ما هي التحديات الخارجيه والتحديات الداخليه وقد كفاني بعض الاخوه النواب سرد كل التحديات الخارجيه والتي اوردها سمو الامير بانها نزاعات مسلحه، حروب اهليه، فتن طائفيه. وانا باعتقادي وبايجاز ان البدء بحل كل تلك المشاكل التي موجوده في المحيط حتى لا لا تاتي الى الكويت وتتسرب لها هو بالبدايه بالتصدي الى المناهج. فيا اخوان عندنا مناهج معتله. معتلة فإن كانت لا تدعو إلى التكفير فهي لا تدعو قطعا إلى التسامح وإلى تقبل الآخر نحن نربى في ظل ثقافة إقصائية إقصائية إلى آخر مدى تجعلنا منغلقين منكفئين إلى الداخل أخ الرئيس وهنا الخطورة ومن بعد هذا الانغلاق نخلق التربة الخصبة لكل جراثيم الفتن الطائفية والتي يتبعها بلا شك الارهاب من ناحيه اخرى فقد حدد الخطاب السامي بخلاف الوحده الوطنيه حدد المخاطر الاقتصاديه وهذا ما اريد ان اطيل الحديث فيه حسب الامكان فبخلاف احاديه الدخل او مصدر الدخل المتعلق بالنفط وما قد يلحق من اضطرابات وعدم استقرار في سعر النفط هذا يحتم علينا النظر بطريقه مختلفه في الفلسفه العامه للدوله والسؤال الاهم ما نحن باي صيغه من الدول ممكن انك تعرف دوله الكويت هل احنا دوله راسماليه واحنا فوق ال 88% من القوة العاملة الوطنية تعمل لدى الحكومة نسبة لم تصلها حتى القيصرية الروسية في عزها وعز اشتراكيتها نسبة رهيبة والمخيف اني اسمع من بعض النواب دعاوى بفتح قطاع هنا وهناك بالحكومة ايضا لتوظيف الكويتيين وكأن هذا قدرنا ان نبقى بهذه الدولة الرعوية حقيقة واللي على الورق رأسمالية ولا نمارس براس المال او بسياسات راس المال اي شيء، ولا نطبق اي سياسه رأسمالية اخ الرئيس، اذا كنا نعتقد باننا نستطيع بادوات الدوله الحاليه ونظامها الاداري المترهل وقدراتها المتدنيه ان نبني كويت جديده ونعطي عناوين براقة كمدينة حرير كجزر رغم أن حلمنا كلنا لكن رح نكون واهمين إحنا رح نستند إلى نفس أدوات الفشل في بناء كويت جديدة ما سيحصل عندك هو كويت قديمة مكررة يجب أن نفكر بشكل مختلف يجب أن نتوقف عن ندب حظنا وعن لوم الحكومة لأن من المجحف افتراض أن جميع الحكومات اللي مرت على دولة الكويت فاشلة وجميع رؤساء الوزراء والوزراء فاشلين وهم منا ما جوا من بعيد ونفترض الصلاح في غيره من مؤسسات المشكلة في السيستم المشكلة في النظام لذلك لا يمكن ان نبني كويت حديثه بعد ان نصلح هذا النظام لان هذا في ظلم للجيل الحالي. لكن نستطيع ان نعمل اثنين نشتغل على اصلاحات اجرائيه ونظاميه في قوانيننا الحاليه لكويت الحاليه وان نخرج بنظام خاص وانا لما اقول نظام خاص اقصد في نظام اجرائي يعفيك من هذا الروتين ومن الفشل الاداري. ولما نتهم الحكومة لازم نكون إحنا واقعيين إحنا نتهم 360 ألف موظف كويتي يعمل في الحكومة أو رقم مقارب هؤلاء فشلوا مو لأنهم كويتيين فشلوا لأن النظام فاشل لأنك لو تشيل 360 ألف كويتي وتحط 360 ألف ياباني سيفشل النظام يغلب المهارة النظام اللي عندنا يجعل من الموظف فاشل لأن لا يوجد لا محاسبة ولا حوافز على الإنجاز وعلشان نعدل كل هذا نحتاج إلى وقت طويل ما أستطيع أحرم الأجيال الحالية وخليها تعاني إلى حين الانتهاء من هذه التعديلات اللي راح تلاقي جدل بيننا وبين النواب لأن هناك نواب ربوا على هذه الدولة الريعية فلا يريدون هذه الإصلاحات مستمتعين في الحكومة وظائف الحكومة اللي توفرها لهم ولناخبينهم وبيمشون بيكملون ما عندهم مشكلة ويعتقدون ان البلد ستتحمل. لذلك اقول وعيت كلام سمو الامير عن خطوره الوضع الاقتصادي. لكن لن ننجح لا بمدينه حرير ولا بمدينه رياح ولا باي مدينه اذا نفس القانون ونفس الانظمه الاداريه سنعتمد عليها. يجب ان نخرج من هذه الذهنيه ومن هذا التفكير الى عمل قانون خاص يكفل لنا الابتعاد عن كل هذا الروتين ويجعل هناك مرونه إدارية نقتبس فيها الأفضل من العالم ذا لا نخترع العجل من جديد لا تجينا الأفكار العالمية ونحاول نكوتها بذكائنا الخارق هناك أنظمة ناجحة والقوانين الخاصة حتى السودان طبقوها بل عندهم للمفارقة أن مشروع مثل مشروع الجزيرة كذلك قانون خاص يعني يبتعد عن كل القوانين الحالية حقيقة الكلام في الشؤون الاقتصادية أخ الرئيس يعني كلام ذو شجون وفيه تفاصيل كثيرة ولكن أنا أتمنى من الحكومة يعني عدم اعتمادهم على النهج السابق أتمنى من وزير المالية وقد وعدنا بذلك مشكورا أن يأتي ويشاركنا برؤياه حتى نكون جزء من هذا الحلم حتى نكون جزء من هذا الفكر حتى ندافع عنك ولا تفاجؤون بمشروع ما نعرف آلياته مثل ما فاجأتونا في مدينة الحرير بآلية كانت جدا ضعيفة في المجلس اللي فات هذا وأتمنى السداد والتوفيق للجميع ودور انعقاد يحفل بالإنجاز لأن نسبتنا يا أخوان واحد إلى خمسة نسبة فشل مقارنة بالمجلس اللي فات إحنا أنجزنا ست اقتراحات مقابل ثلاثين في المجلس اللي فات فيعني أنا لنا أن نتعظ شكراً أخي الرئيس شكرا الأخ النائب الفاضل احمد الفضل كلمه الان الاخ النائب الفاضل رياض العدساني تفضل اخ بسم الله الرحمن الرحيم وبين نستعين طبعا بتحدث عن السياسه العامه للحكومه والحاله الماليه للدوله ودائما الحكومه تعطي نوع من الاحباط وكأننا نمر في عجوزات ماليه وهذا الكلام غير صحيح جمله وتفصيلا و رئيس الوزراء او الوزير المعني بامكانه ان يرد عليه سواء في قبه البرلمان او في غيره والارقام اوثقها بالدليل والحقائق للشعب الكويتي الوفي الكريم ان الاحتياطات الماليه وفي الصندوق السيادي اقتصاد متين وواقف على ارض صلبه وعندنا اكثر من 600 مليار دولار في الاحتياطي العام وايضا الاجال القادمه وعلى اساس اكون دقيق الاحتياطي العام نوعا ما متذبذب لكن الاجيال القادمه فوق الممتاز لو احسبهم اثنينهم مع بعض الرصيد فوق الممتاز بالنسبه للحاله الماليه للدوله تقسم الميزانيه على نحو الاتي ثمان ابواب اول شيء الايرادات النفطيه نروح الى 10% استقطع منها الى الاجيال القادمه وثم تغذي المصاريف وان زاد عن ذلك يغذي الاحتياطي العام اللي قاعد يحصل في عجز سنوي وليس عجز فعلي فاللي حصل ان ياخذون من الاحتياطي العام ويغذون العجز السنوي ما عندنا عجز فعلي وايراداتنا واستثماراتنا يجب ان تتم تطويرها ولكن الرصيد كما ذكرت فوق الممتاز واكد هذا الخبر يأخذون من الاحتياطي العام يغذون فيه العجوزات السنويه وبالتالي لو احسب الاستثمارات مع الايرادات النفطيه معا عندنا فائض حتى سنوي. وفي سنه 2018 الدراسات والمؤشرات تؤكد ان عندنا فائض راح يكون اكثر من 16% ولكن الاستثمارات يعاد استثمارها بالنسبه للصندوق السيادي. دائما الحكومه تعطي نوع من التخويف للشعب الكويتي هذا الكلام غير صحيح فلما يقولون بنحط الضرائب او القيمه المضافه يرفعون اسعار الكهرباء والماء والديزل والبنزين كل تلك الامور ما رح تعالج شيء من اخفاقات الميزانيه الا شيء بسيط يفترض ايقاف الهدر ومعالجه الامور والخلل والتقيد في قواعد الميزانيه ومحاسبه من يتجاوز ويوضح عندنا عشرين مليار أرباح محتجزة وبيبدش فيها بالتفصيل حسب قانون الدولة يفترض أن يغذون الاحتياط العام إلا مؤسسة التأمينات كونها قانون يسمح لها وأيضا صندوق التنمية ما عدا ذلك أي مؤسسة أو هيئة توفر من الإيرادات إلى ميزانيتها أو الاحتياط العام عندها فهي مخالفة. يفترض تحويلها الى الاحتياط العام اتكلم عن 20 مليار دينار مو دولار واذكروا ان يبون يروحون للدين العام يعني الدوله متجهه الى الاقتراض بقيمه خمسة 25 مليار دينار قيمه ال 20 مليار تقريبا توازي ال 25 مليار بالنسبه للقروض هل اليوم الحكومه تعلم ما مدى اسعار النفط في المستقبل شلون نحسبها ال 25 مليار ثلثي الناتج القومي ما يعادل 42 مليار دينار كويتي. الارباح المحتجزه هي على النحو الاتي بنك الائتمان مليار و600 مليون مؤسسه البترول 17 مليار هيئه الصناعه 174 مليون دينار كويتي مؤسسه الموانئ 378 مليون دينار كويتي بنك الكويتي بنك الكويت المركزي 453 مليون دينار كويتي. كل تلك المؤسسات وهي ميزانية مستقلة حسب نص القانون المفروض يحولونها إلى الاحتياطي العام للدولة وأيضا حساب العهد منها شبهات تزوير واختلاس وبعضهم لم يتم توريد الفواتير والمستندات الحقيقية ووصلوا بالنسبة للدفعات الخارجية 2.2 مليار دينار وإجمالي حساب العهد 5 مليارات و800 كان في السابق ثلاث مليارات و800 مليون دينار وهي موزعة على النحو الآتي بالنسبة للدفاعات الخارجية تقريباً 260 مليون التعليم العالي 216 مليون الدفاع 650 مليون الخارجية ومليار وثمانين مليون وزارة الصحة وزارة الصحة كلفنا المراقبين الماليين لمعالجة تلك الإخفاقات وتسليم المستندات حتى الشهر الماضي اذكروا المعالجة صفر معناته في تجاوزات وفي هدر والأصل إيقاف هذا الهدر ومحاسبة المتسبب لم يروحون بالنسبة للأمور يقول لك المواطن أنه يجب تقليص الخدمات ورفع الأسعار هذا الأمر لن نقبل فيه وأنا قدمت استجواب السابق ويفترض على رئيس الوزراء أن يقدم برنامج عمل حكومة جديد يتناسب مع دولة الكويت وطموح المواطنين. من ضمن الامور اللي حاطينها تعديل قانون الرواتب، وهذا الامر مرفوض جملة وتفصيلا، بالاضافة الى خصخصة التعليم والصحة يقصدون فيها الادارة، وهذا الامر مرفوض. القطاع الخاص موجود بالنسبة للتعليم والصحة، والدستور نص التعليم والصحة يكفله الدستور ويفترض ان الدولة لا تتجه نحو القطاع الخاص بكل نواحيها القطاع الخاص موجود وايضا القطاع الحكومي موجود تبون تنفعون التجار مو على حساب البلد دعم القطاع الخاص ولكن ايضا عززوا القطاع العام من ضمن الامور الاستثماريه اللي فيها خلل صندوق الموانئ واخي الرئيس عندما كان وزير المواصلات السابق حول هذا الموضوع الى النيابه وايضا قضايا اخرى فباكد ان هذا قيمته كان راس المال 500 مليون دولار ما دشوا استثمارات فيه نزلوه الى 200 مليون دولار ويفترض ينتهي في 2012 وتم تجديده له بالنسبه ل 200 مليون دولار ودخلوا في مؤسسه الموانئ والتامينات وشركات اخرى واكدت الى مدير التامينات الحالي في تاريخ 21/4/2014 في المجلس السابق يجب علينا تخارج لأن هذا صندوق فيه تجاوزات وفيه هدر وأثبت كلامنا صحيح واليوم هم بالنيابة فبالتالي اللي قاعد يحصل من هدر ومن تجاوزات كان الأصل معالجة هذا الخلل أيضاً خسائر فروق العملات في مؤسسة تأمينات 262 مليون دينار صندوق في منهات في الولايات المتحدة 36 مليون دولار كل تلك الأمور يبين ان في هدر وعدم الضبطيه والمراقبه الحقيقيه ولا يتجهون للضرائب والمس بجيب المواطنين وكأننا احنا بنمر في عجوزات ما عندنا عجز عندنا سوء اداره وبالتالي غلاء الاسعار راح ياثر على الطبقه الوسطى والمعتمدين على رواتبهم الوثيقه الاقتصاديه طلبنا من وزير الماليه السابق ان ياتينا بوثيقه جديده ونطالب الوزير الحالي أن يأتي بدراسة حقيقية بعدم مسجد المواطنين ووثيقة تكون على حسب رغبات مجلس الأمة فبالتالي يفترض على رئيس الوزراء تقديم برنامج عمل حكومة جديد ويكفي بالنسبة للتعيينات العشوائية والترضيات اللي قاعد تحصل في كل النواحي سواء في التوزير أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة أو المؤسسات أو الهيئات التابعة للدولة يفترض الاختيار على الكفاءة حتى الرياضة ما اسلموا اسلموا حطوا ربعهم فبالتالي الأصل الاختيار حسب الكفاءة بعيد كل البعد عن المحسوبية أو على العائلية أو القبلية أو الطائفية كذلك رئيس الوزراء مع كل الاحترام والتقدير له ولجميع الوزراء عندما يختار وزير الدفاع وهو النائب الأول وتكون معه وزارة الدفاع وهيئة تطوير الجزر فهذه ما تركب مع هذه وأيضا وزير الأشغال هو وزير البلدية وزير النفط والكهرباء والماء لكن وزير الدولة شؤون مجلس الأمة فقط من غير لا تكون وزاره معه بالاضافه الى ان ميزانيته تتبع مجلس الوزراء فعلى رئيس الوزراء ان يرى بالمصلحه العامه والحد من الفساد والتقيد في قواعد الميزانيه ولا يقولون ان عندنا إحنا عجوزات فاي وزير كان يرد علي وانا فنده بالارقام والدلائل والحقائق وبارك الله فيكم شكرا للاخ الفاضل رياض العدساني بانتهاء قائمه المتحدثين هل يوافق المجلس على احاله الخطاب الاميري وملاحظات الاخوه الاعضاء حوله الى لجنه اعداد مشروع الجواب على الخطاب الاميري لتقديم تقرير في شانه الى المجلس ما في نصاب يؤجل الاحاله الى وقت ما يتوفر النصاب أخ العام التالي خمسة مواصلة النظر في طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء في شأن مناقشة الإجراءات الحكومية الخاصة بتوفير المساكن للمواطنين إضافة إلى خطتها الإسكانية في السنوات المقبلة والوقوف على مشاريع البنية التحتية لكافة المشاريع الإسكانية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده. في جلسة يوم الأربعاء الموافق 26/4/2017 بدأ المجلس مناقشة القضية الإسكانية وقرر تخصيص خمس دقائق لكل متكلم مع التمديد لمدة خمس دقائق ولم ينتهي من قائمة المتحدثين والآن نستكمل المناقشة الكلمة الآن الأخ النائب الفاضل الدكتور عادل دمخي مدة كم خمس دقائق خمس دقائق وتمديد خمس دقائق إذا إذا توافر نصاب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أولا كان بودي الحقيقة أن نتطرق إلى البند أو إلى الطلب اللي قدمناه لاجتماع اللجنة التشريعية لكن لفقدان نصاب للأسف واكثر من الحكومه اكثر من ثلاثة ارباعها مع المجلس مو موجودين فانتقلنا الى القضيه الاسكانيه قضيه الاسكانيه هاجس كل بيت كويتي مشكلتنا في القضيه الاسكانيه هي للاسف عدم تنفيذ الخطط الموجودة على الأرض مشكلتنا في القضية الإسكانية خلينا نقولها بصراحة هناك صراع من شركات منو ياخذ الكيكة الأكبر وناس تاخذ مناقصة وناس تي من الباطن تشتري المناقصة وبعدين إذا صار خلل بنحاسب منه ما نقدر مثل ما صار في بيوت الصليبخات تحاسب منه ما في اللي على السطح شيء واللي داخل شيء مضمنين المشروع الآن التجارة الجديدة والتجار اليدد اللي, اللي يريدون الاستيلاء على المناقصات يجون من الباطن لافتة الكبيرة شيء الداخل في المناقصة شركة واللي قاعد ياخذها واللي مقدمة عشان يقدم هو الحقيقي اللي قاعد يستغل الوضع ويستغل منصبه ومسؤوليته سواء من كان في المجلس ومن كان في الحكومة الأخ ياسر أبو الوزير السابق وضع خطة وخطة خطوة جيدة هي التعاقد مع حكومة مباشرة جيد مع شركات كوريه مع شركات تركيه هذه الخطوه خطوه جيده لكن للاسف في القانون كان هناك الزام باعطاء ثلاثين بالمئه لمن هم في داخل الكويت وهني صار بدل العموله صار لازم انت تروح حق شركه داخل البلد. كل قضيه للاسف في هالبلد يدخلها الفساد. كل قضيه يدخلها متنفذ كل قضيه يدخلها صاحب عموله متى ننجز؟ تعالوا اليوم هذه ضاحيه صباح الاحمد تحتوي على عده مدن ضاحيه فيها اكثر من مدينه داخلها والخيران ويايتنا المطلع وياينا غرب عبدالله مبارك مناطق كبيره جدا لكن للاسف مهمله مهمله بمعنى الكلمه لا يعني لما تؤسس مدينه سكنيه لا مخفر لا اطفاء لا محطه بنزين لا مدارس لا جامعات ش... يعني ماذا تقدمون للشعب الكويتي؟ شكرا ما عندي نصاب والله ما عندي نصاب ما في نصاب والله ودي بس نصابه. شكرا لأخي النائب الدكتور عادل دمخي الكلمة الآن للنائب الفاضل يوسف الفضاله يوسف الفضاله مو موجود الكلمة الآن اللي بعدها النائب الفاضل محمد الدلال محمد الدلال مو موجود كلمة الآن للأخ النائب الفاضل دكتور جمعان الحربش دكتور جمعان الحربش مو موجود ونتمنى إن شاء الله يكون بيننا بأسرع وقت ممكن كلمة الآن للنائب الفاضل الأخ حمدان العازمي تفضل الأخ حمدان بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله ومن والاه الأخ الرئيس بالنسبة للقضية الإسكانية، هذه قضية البلد من يوم تأسست البلد، وهذه القضية موجودة الإسكان، صحة، تعليم، وكل مجلس قاعد نتكلم فيها ومع الأسف اللي قاعد يصير كله على ورق، الفعل اللي قاعد يتوزع ستة آلاف. 12 ألف كله على ورق أنا قدمت اقتراح ومع الأسف وأعتب على الأخوان باللجنة التشريعية أن رفضوا المقترح لما أنا قلت المفروض والواجب عليهم الأخوان بالتشريعية أن ينادون صاحب الاقتراح قلت ليش ما تشارك وزارة الداخلية وزارة الدفاع الحرس الوطني في بناء ان يبنون مساكن المنتسبينهم لو الدفاع بنيت الفين والحرس الفين والداخلية الفين هذه ستة آلاف فعلي مو على ورق وعندهم أراضي الدفاع عندها أراضي الداخلية عندها أراضي الحرس عندها أراضي يبني حق منتسبينه وكان هذا في السابق معمول فيه للان البيوت بعض المناطق هذول بيوت ضباط الجيش هذول ضباط داخليه للان موجوده المسميات وكانوا يعطونهم قسايم فانا اعتب عليهم حتى ما ناقشونا وراح اعيد الاقتراح ثاني مره بالعكس هذه المقترح هذا يخفف من الطلبات ما يخلي الطلبات متراكمة ما يخلي الطلبات متراكمة على الأقل لما توزع الإسكان ستة والحرس ألفين وألفين هذه اثنى عشر ألف فعلي وزع الباجي بعد على ورق طلعت بخمسة عشر ألف لو تعطيت بعدهم ألف ألف أو ألفين هذه ستة عشر ألف بس الفعلي معك اثنى عشر ألف احنا الهدف منه للتخفيف مع الاسف كانوا يقولون ان ما في مساواه وان اللي بالداخليه او بالدفاع او بالحرس ان ميزته عن المواطن الثاني، بالعكس انت خليت الهدف من الاقتراح انه شنو؟ ما حد يطلع من العسكريه يدري انه وراء بيت هذا يؤدي الى استقراره ما يطلع من الوظيفه مو كل يوم العسكر يفنشون ويروحون مدني. ما عنده شيء راتب وضعيف شو اللي قاعده لما تقول لا تحصل على بيت بعد كم سنه والهدف منها انه تقليل الانتظار اللي الان وصل اكثر من 120 الف منطقه صباح الاحمد هذه المنطقه تن ولا حياه اللي تنادي مساجد مو مكتمله عندها تقول كانه كل وزير قاعد يشتغل بروحه ما هي حكومه مضامنة نسمح حكومه مضامنة بس فقط بالتصويتات اما بالمشاريع اللي تم المواطن يقول لك والله هذه مو شغلتي شغله الاسكان هذه مو شغلتي شغله الصحه ناس ساكنه بعضها قاعد يودي اولاده الى الان بالمدارس مدينه صباح الاحمد الى الفحيل يوديهم الى منطقه علي صباح السالم المستوصفات مو الان حتى مدام انها نفسها وزيره الاسكان هي إيه وزيره المواصلات بعض الافرع الخدمات الموجوده بالنسبه للمواصلات افرع موجوده وجاهزه ما بطلوها الان حريم يداومون من صباح لحمد الى علي سالم او الى الصباحيه مو حرام حتى المعاناه الخط اللي قاعد كل يوم ضحايا ولا قاعد بس نسمع ان الحكومه متضامنه فقط بالتصويت لما تقول حق الوزير الاسكان يقول هذه شغلة الصحة من قالكم من الأساس تبنون إذا ما كانت الخدمات متكاملة الناس قاعدة وبعدين 11 ألف أو 13 ألف وحدة سكنية أنا أقول حق الأخوان بالتشريعية مع الأسف اقتراح يفترض أن ينادوني فيه لأن كان الهدف تقليل مدة الانتظار رفضوه شكرا للاخ النائب الفاضل حمدان العازمي ما عندي نصاب تمدين ما عندي نصاب ترفع الجلسه ربع ساعه للصلاه ترفع الجلسه لعدم وجود نصاب. الى الجلسه القادمه تاريخ 9 يناير الساعه 9 صباحا. 9 يناير وايضا اقول لكم الاخوه النواب باذن الله يعني وصلتنا موافقات الجميع بناء على رغبه ساميه من صاحب السمو سيعقد مؤتمر رؤساء البرلمانات الخليجيه في الكويت بحضور الجميع ان شاء الله يوم 8 يناير.